نحن على الهواء مباشرة. مساء الخير متتبعينا الكرام، جد سعيد بلقائكم مجددا في هذا البث المباشر، والذي اخترنا له موضوعا هاما وأساسيا، وهو هندسة السياسات العمومية في ظل حالة الطوارئ. لقد قرر المغرب تمديد حالة الطوارئ إلى غاية 10 من يوليو 2020، مع تخفيف تدريجي للتدابير المتخذة في إطار الحجر الصحي. كيف تتخذ هذه التدابير؟ وكيف تكون هندسة هذه السياسات العمومية سواء في جائحة كورونا أو غيرها من حالات الطوارئ؟ يحضر معي لمناقشة هذا الموضوع من مراكش الأستاذ محمد الغالي، وهو أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة القاضعية بمراكش. أهلا بكم أستاذ محمد الغالي. مرحبا وشكرا على الاستضافة. ومن مراكش أيضا الأستاذ النقيب عبد اللطيف حتيتش، عضو هيئة المحامين بمراكش. أهلا بكم أستاذ النقيب. وفي انتظار الالتحاق أظن أن الأستاذ جواد الرباع التحق بنا للتو. مرحبا بكم أستاذ جواد الرباع. مرحبا الأستاذ توفيق أبو زيد، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة، وفي الحقيقة الشكر موصول للأستاذ الغالي، لأنه كنا في لقاء يعني دعيناه في كلية الحقوق أيت ملول، بدأنا معه من حصة السادسة، شدينا احنا 3:30 وهو معكم في لقاء، فشكرا جزيلا لكم. شكرا على شكرا لالتحاقكم وعلى لنفسكم الطويل. مرحبا. أستاذ جواد الرباع، أنت مرحبا. أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة بن زهر بأكادير أو بكلية الحقوق بأيت ملول، وكذلك بمراكش. بمراكش كذلك. بمراكش. شكرا شكرا أستاذ مرحبا. أستاذنا جواد الرباع. المباشر هو أو موضوع هذا المباشر أو هذا اللقاء التفاعلي هو هندسة السياسات العمومية في ظل حالة الطوارئ. قبل أن أعطي الكلمة للضيوف الكرام، دعوني أستحضر معكم بعض المحطات الهامة والتواريخ الأساسية التي مر منها المغرب خلال هذه الثلاثة أشهر الأخيرة. هذه الثلاثة أشهر الأخيرة طبعاً التي كانت في ضمن ما يصطلح عليه بالحجر الصحي وحالة الطوارئ، أو هما معاً لأن هناك اختلاف. وأرجو أن الضيوف أو خصوصاً الأستاذ محمد الغالي والرباع يشرحوا لنا بالضبط ويشرحوا للمشاهدين الكرام الفرق بين حالة الطوارئ وبين حالة الحجر الصحي، لأن هناك كثير من الناس من لهم يعني خلط أو كاين إشكالات في هذه المفاهيم. المهم أن 19 مارس كان هو إعلان حالة الطوارئ بالمغرب. 18 أبريل السلطات العمومية تقرر تمديد حالة الطوارئ إلى غاية 20 مايو، وفي 20 أبريل ارتفاع وتيرة إجراء التحاليل المخبرية لتصل إلى 2000 تحليل يومياً، تحليل مختبري يومياً. في 23 أبريل حظر التنقل الليلي يومياً ابتداء من الساعة 7 مساءً إلى 5 صباحاً. في 18 مايو تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أسابيع إضافية. في 9 يونيو إرجاع المغاربة العالقين بإسبانيا، وكان أول إرجاع. وفي نفس اليوم مجلس الحكومة يصادق على تمديد حالة الطوارئ إلى غاية 10 يوليو، والسلطات العمومية تقرر تنزيل مخططا للتخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل جهة وكل إقليم وكل عمالة على حدة ابتداء من 11 يونيو 2020 طبعا. أود أن أسألكم الأستاذ محمد الغالي عن رأيكم في هذه الكرونولوجيا التي سردتها للتو. شكرا شكرا سي أبو زيد على الاستضافة أولا في هذا المنبر الإعلامي الذي نتمنى له التوفيق والسداد إن شاء الله لكي يساهم من موقعه في تشكيل ذلك الفضاء العمومي للحوار والتواصل، وكذلك لتمكين المواطن من أن يكون العرض الإعلامي متنوع ومتعدد. أنا بالنسبة لهذه الجدولة أكيد بأنها كانت خاضعة لمعيارين، هناك معيار صحي بمعنى التطورات على مستوى الفيروس والآثار ديالو والتداعيات ديالو
على مستوى صحة المواطنين والمواطنات، وكذلك وزارة الداخلية على اعتبار أن هذه الوزارة بالنظر إلى صلاحياتها واختصاصاتها وكذلك حتى تاريخها فيما يتعلق بإدارة مجموعة من الخدمات ومجموعة من الأمور المرتبطة بشؤون المواطنين والمواطنات ذات طبيعة القرب. وهنا رجال السلطة وأعوان السلطة فهم تابعون لهذه الوزارة، ونعلم ونعرف الدور الذي يقوم به هؤلاء فيما يتعلق باستيعاب النظام، ليس النظام في معناه الأمن الدقيق أي الضبطي، لا، اليوم راح تلمفهم ديال رجل السلطة تغير منذ مجيء الملك محمد السادس 1999، المفهوم الجديد للسلطة. وبالتالي ما بقيناش نقولوا لاجون دو توريتي، رجل السلطة، فهو سيتان جون دو ديفلوبمون، رجل التنمية، على اعتبار أن الهدف ديالو ماشي أنه غادي يجلس فقط في المكتب ويوقع بعض الأمور الإدارية ديال المواطنين والمواطنات، ولكن لا، لاحظنا بأن رجال السلطة والأعوان لعبوا دورا أساسيا في مجموعة من مشاريع التنمية، خاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك مجموعة من المشاريع اللي قامت بها الوكالة LADS لاجونس دو ديفلوبمون، وكالة التنمية الاجتماعية على أيين. إذن فسلطتين اللي كان عندهم دور أساسي وكبير. وهنا في البداية كنا طرحنا واحد السؤال، قلنا بأن الوزارة الأخرى لها صلاحيات ولها اختصاصات خاصتها، ليس هناك ما يمنعها في أن تنسق جهودها وتقوم بأدوارها. وبالتالي فكل ما قامت به الجهات المعنية، أكيد أن في البداية كانت الحالة الاستعجال، وبالتالي كان فيروس جارف، كنا أمام حرب، أمام وعدو غير معروف، وبالتالي فالحرب لم تكن متكافئة، يجب أن نطرح هذا، لأن هذه الحرب لم تكن متكافئة أمام هذا العدو اللي هو كورونا فيروس. وبالتالي كان لابد من اتخاذ بعض الإجراءات، لأنها كانت إجراءات فقط لمواجهة هذه الصدمة. وبالتالي كانت هناك بلاغات أو مناشير على أيين، ولكن فيما بعد تم القيام بما يلزم من الناحية المؤسساتية من خلال مصادقة على قانون مرسوم قانون رقم 292-20 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية والإجراءات الإعلان عنها، اللي صدر بطبيعة الحال في 23 مارس 2020. هذا القانون كيف ما قلتي باش نميزوا ما بين قانون ما بين حالة الطوارئ وحالة الطوارئ الصحية، أكيد بأن الدستور ما فيش تنصيص على حالة الطوارئ لطا ديرجونس. الدستور كيهضر على حالة الحصار، كيهضر على حالة الاستثناء، ولكن نحن كنا أمام وضعية لا تتطابق عليها العناصر المتعلقة لا بحالة الحصار ولا بحالة الاستثناء. وبالتالي كان لابد من أن نعطيها عنوان، وأكيد بأن العنوان الذي كان هو يتماشى مع معطيات والواقع كما كنا نعيشه، وهي حالة طوارئ صحية، بمعنى أن كل هذه الإجراءات التي نقوم بها فهي استعجالية على اعتبار ما يتطلبه إدارة وتدبير الوعي الصحي. ولاحظنا لأنه القرار السياسي فكان عنده علاقة بالقرار الطبي، بمعنى وكذلك حتى القرار الطبي كان عنده علاقة بالسياسي. لاحظنا بأن البروتوكول العلاجي اللي خدت المملكة المغربية في الوقت اللي كانت دول أوروبية لا زالت تناقش واش غادي تاخذ داك الكلوروكين ولا ما غاد البروتوكول العلاجي، فلاحظنا بأن الدولة المغربية تحملت من خلال قيادتها تحملت المسؤولية الجسيمة في هذا الباب، وخاطرت إن لم نقول بأنها غامرت، وهذا لأنه هذا المخاطرة وهذا المغامرة فرضها أنه الحفاظ على سلامة وعلى أرواح
وعلى ضمان الحق ديال المواطنين والمواطنات في الحياة. ومن هنا كانت المبادرة ديال صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، بحكم أن هذه حالة الطوارئ وبحكم أن هذه الأزمة ديال الكوفيد فهي أزمة تتعلق باستمرار ودوام الدولة، وبنظر أنه الصلاحيات ديال الملك الدستورية، فالملك محمد السادس فقام بأدواره الدستورية من خلال الوقوف على مسألة ضمان استمرار ودوام الدولة، وهذا الاستمرار والدوام من خلال أنه المحافظة على سلامات وعلى أرواح المواطنين والمواطنات. وأكيد بأن التعبئة راه كانت تعبئة صحية، وكانت تعبئة فيما يتعلق بتوفير الإمكانات البشرية واللوجستية وكذلك الإمكانات المادية، من خلال أن كانت أول خطوة وهو إعلان عن تأسيس هذا الصندوق لمحاربة هذه الأزمة، أزمة كوفيد. وبالتالي فالقراءة ديالنا يمكن نقول بأن الدولة المغربية رغم إمكانياتها، إمكانياتنا ليست هي إمكانيات فرنسا ولا إسبانيا ولا إيطاليا، ولكن أنا أقول بأن تمرين النجاعة كانت الدولة المغربية ناجحة فيه، على اعتبار أنها استطاعت بإمكانيات ليست كبيرة أن تحقق نتائج مهمة فيما يتعلق بحماية حياة المواطنين. لاحظنا بأن الضحايا الأموات في أوروبا قدروا بعشرات الآلاف، بينما عندنا بقينا في الحدود ديال 200-210، وهذا بطبيعة الحال مشى مع الحزم ومع الصرامة ومع سرعة البديهة في اتخاذ القرار. يجب أن نعلم هذا، لأنه راه يمكن تكون عندك الإمكانيات ويمكن تكون عندك المقدرات، ولكن إذا لم تكن عندك المقومات النفسية والمقومات اللي كنعتبرها أنا ما فوق الاعتبارات المباشرة، وهذا كنأكد بأنه بالتضامن ديال المغاربة مع ثوابتهم الله الوطن الملك، أنا أؤكد على هذا الشعار لأن هذا الشعار مهم وأساسي في ثبات ودوام الدولة المغربية، بأن ثبات المغاربة على هذا الشعار ديال الله الوطن الملك أعطاهم من القوة ومن المناعة ما ساعدهم بطبيعة الحال على إدارة وتدبير هذه الأزمة. أنا الآن لاحظوا، إلى أعطينا غير اليوم بعض الأرقام اليوم، بأن الآن موريتانيا تسير إلى رقم 4000 مصاب، وعدد الوفيات راه بخمسة ستة في النهار، وهذه أرقام. اليوم ألمانيا تعلن عن إغلاق تقريبا جوج المدن للتعداد السكاني ديالهم 360 ألف نسمة. وبالتالي فلاحظنا بأنه الدولة المغربية مع ذلك، لأن هضرتي على هذه التمديدات وبأنك اللي مازال كيطرح سؤال كيقول لك فرنسا طلقات وإسبانيا طلقات وإيطاليا طلقات وألمانيا كانت من الأولين اللي طلقوا، بلجيكا كذلك، ولكن راه الذي يظهر بأن هذا التريث الذي تقوم به الدولة المغربية وهي تتحمل مسؤوليتها في هذا الباب فهو يتماشى ويتماهى مع ظروف وإجراءات إدارة وتدبير ما يضمن سلامة وصحة المواطنين والمواطنات. نعم، شكرا محمد الغالي على تعليقكم على هذه المحطات الهامة التي مر منها المغرب خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. وأسأل ضيفي الكريم النقيب مولاي عبد اللطيف حتيتش عضو هيئة المحامين بمراكش عن تعليقكم. اسمح لي لأنني لم اسمح لي أستاذ أبو زيد، تفضل أستاذ. لما أكون، لأنني ما عرفش واش التحق بنا الأستاذ. أولا تحية الأستاذ النقيب الأستاذ حتيتش، وأنا سعيد أن أكون معه في هذه المائدة، وهو السيد النقيب أستاذنا وكبيرنا في هذه الجلسة. لكم الفضل أستاذنا الجليل، أستاذ عزيز على قلوبنا، الدكتور الغالي الذي نعتبره من أعز الأصدقاء وهو قريب إلينا جدا. أيضا أحيي الزميل المحترم الأستاذ الرباع، وأيضا أشكر الأستاذ توفيق على الاستضافة، ومرحبا بالجميع.
شكرا استاذ نقيب. اطلب منكم تعليقكم على هذه الاحداث التي مر منها المغرب في هذه الثلاثه اشهر الاخيره بدءا من 19 مارس وهو يوم او تاريخ اعلان حاله الطوارئ انتهاء بتاريخ اليوم او باكثر من ذلك اللي هو يوم 10 يوليوز اللي هو التاريخ اللي اعلنت فيه الدوله المغربيه او الحكومه المغربيه عن انتهاء حاله الطوارئ في البلاد. تفضل استاذ. أعتقد على أنه أستاذ الغالي قد أفاد واستفاد يعني وفصل فيما يتعلق بالمراحل التي مرت بها هذه الحالة إعلان الطوارئ منذ انتظر بطبيعة الحال المرسوم منذ أن صدر المرسوم الأول بتاريخ 23 مارس 2020 والمرسوم بقانون رقم 22292 صدر بتاريخ 23 مارس الذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وعقبه صدر مرسوم 293/2 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19. إذن حقيقة كما جاء على لسان الدكتور الغالي فقد كان المغرب برئاسة الملك محمد السادس وبقيادته الرشيدة قد اتخذ الإجراءات الكفيلة التي حقيقة يعني حالت دون وقوع واحد الكارثة اللي كانت غادي يمكن لكم ما كانش الإجراءات الحازمة يكون كنا اليوم يعني في واحد الوضعية التي لا يحسد عليها. إذن بدأت هذه المراحل ولكن لكي يهمني أنا كرجل قانون وكان سمح زملاء ديالي الحقوقيين اللي تعلمنا على أيديهم لكي يهمني تمييز بين حالة الحالة الأجر هي واحد حالة من الحالات اللي كتتخذها الدولة كتتخذها السلطات المختصة اللي هي مجسدة بداية في وزارة الصحة وزارة الداخلية يعني إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19. إذا الفرق هو هذا. هنا تطرح واحد السؤال قانوني واحد إشكال قانوني اللي كيتعلموه جميعا واللي هو كيتعلق بالمادة 6. هذه المادة 6 اللي هي كتنص بالصف الواحد على ان انه يتوقف او يوقف سريان مفعول جميع الاجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة. واحد العدد نتاع الإخوان سواء زملاء الأساتذة ديالنا الجامعيين أو المحامون وغيرهم من الحقوقيين لما يعني تقرر يعني تخفيف حالة الحجر وخروج من هذا وقسمت المناطق منطقة التخفيف رقم واحد ومنطقة التخفيف رقم جوج الكل كان يظن على أن حالة الطوارئ قد تم رفعها وأن الآجال فتحت ولا افتتحت إلا أنه من خلال الرجوع إلى مقتضيات المادة 6 والتي توضح وتبين حالة الطوارئ والتي نصت عليها بسن هذه الأحكام ونصت على إيقاف هذه الإجراءات كلها حقيقة بعد مناقشات مستفيضة وطويلة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومع رئاسة النيابة العامة ومع كل المتدخلين اتضح على أنه لا زالت أو ما زالت الأجالات لم تفتح إلى حد الآن. وأظن على أن الأستاذين الجليلين سيوافقانني وسيذهبان معي إلى ما تم التوصل إليه. فمن طبيعة الحال أجلة النقد اللي كانت بدأت مثلا
بعد الإعلان قبل الإعلان عن حالة الطوارئ أن أجل إيداعي عريضة النقد هو مثلا شهر أو شهرين من تاريخ الحكم، فابتدأ هذا الأجل قبل إعلان حالة الطوارئ ومضى منه مثلا 20 يوما. ملي صدرت حالة الطوارئ وتم سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ توقف هذا الأجل، ولكن لا يمكن أن يفتتح إلا بعد رفع حالة الطوارئ وليس رفع حالة الحجر الصحي. إذن المسألة بشات في هذه الحالة، وكنا إلى حد الآن ننتظر أن ترفع حالة الطوارئ مرة واحدة ليمكن آنذاك أن تستأنف الأجل. ومن طبيعة الحال تستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة السادسة أجل الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، لأن الأمر يتعلق بحريات المشتبه فيهم والمحالون على المحاكمات في حالة اعتقال على التلبس. إذن هذا مسائل هي كلها، ولكن أؤكد وأنوه بالإجراءات التي اتخذت الدولة حقيقة، وكما قلت سابقا اللي جنبتنا وجنبت المغرب واحد الكارثة عظمى لو لم نتخذ هذه ولو تتخذ دولة هذه الإجراءات الاحترازية الصارمة التي كانت في البال. يعني مسألة اللي هي كانت في صالح المواطنين وفي صالح الوطن، والتي يشيد بها كل دول العالم وبالخصوص منظمة الصحة العالمية. هذا الشيء كله هو كيشجل ويبين على أن هذا الشيء كل شيء كان تحت يعني كلمات صادرة عن صاحب الجلالة رعاه الله، الذي هاب محمد السادس بالحكومة إلى الإسراع بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية والتطبيقية الخاصة بالخصوص بإصلاح الرعاية الصحية الأولية ومواصلة توسيع التأمين الإجباري على المرضى. بمناسبة بين قوسين، هناك من الدول المتقدمة التي بلغت شأوا كبيرا في التقدم لا في المجال الطبي ولا في نلاحظ على أنها يعني تكلف المرضى مرضى هذا الفيروس بأداء واجبة الاستشفاء، خلاف المغرب فإنه يتحمل مصاريف استشفاء كل المرضى الذين أصيبوا بهذا الوباء. فطبيعة الحال صاحب الجلالة طلب مواصلة توسيع التأمين الإجباري على المرض مع إعطاء مسؤولية أكبر لمستوى الترابي، وقال الملك في رسالة وجهها للمشاركين في فعالية تخريج اليوم العالمي للصحة برسم سنة 2019 المنظم بالرباط تحت شعار الرعاية الصحية الأولية، إلى آخر ما جاء في خطابات صاحب الجلالة في هذا الصدد. وذكر الملك في هذا الصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات في مجال توسيع الاستفادة من أنظمة التأمين على المرض لشمال طلبة التعليم العالي في القطاع العام والتكوين المهني والمهاجرين، وهذا سنناقشه إن شاء الله يعني بتفصيل عندما ننتقل إلى المحور الثاني. فالحمد لله بلادنا كانت في المستوى وكانت في الموعد، وجنبتنا واحد الكارثة اللي كانت غادي تكون لكم ما اتخذتش الإجراءات اللازمة. وشكرا لكم. شكرا الأستاذ النقيب على المداخلة ديالكم ورأيكم في هذه المحطات الهامة اللي مر منها المغرب. الأستاذ جواد الربا، أنتم أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة بنزور بأكادير، نود أن نسمع رأيكم حول هذه المحطات التي مر منها المغرب خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، والتي كانت محطات هامة واتخذوا فيها عدة إجراءات. يعني رأيكم في تلك الإجراءات ونتمنى منك الموضوعية كما سبقك الأستاذ الغالي وسبقك الأستاذ نقيب مولاي عبد اللطيف حتيتش. شكرا. شكرا زميل صديق توفيق أبو زيد على هذه الاستضافة. شكرا طبعا موقع هنا 24، وكذلك الصديق العزيز الأستاذ محمد الغالي
في إثارة طبعا هذا النقاش اللي هو هندسة السياسات العمومية. طبعا سأركز أنا في المداخلة على يعني التعاطي يعني خصوصا الدولة في علاقتها مع يعني ما يمكن نسميه بالسياسات العمومية الترابية، وبالتالي يعني سرد لأهم يعني إن صح التعبير الملاحظة. طبعا الملاحظة الأولى وهي يعني يتقاسمها المغرب مع جميع الدول، وهي ملاحظة متعلقة بأنه هذا الفيروس يعني فاجأ الجميع، لم يفاجئ طبعا يعني الدول، ما ربما التصنيف ديال الدول المتقدمة بالدول المتخلفة ربما فيه مجموعة من النقاشات، ولكن على العموم الملاحظة الأولى هو أنه في العالم وجه يعني وجود يعني لاحظناه وجود اختلالات جوهرية وبنيوية في مجموعة من الدول التي ربما اعتبرناها متقدمة، دول يعني وصلت إلى واحد مجموعة من الرفاه الاجتماعي، ولكن الجائحة لحظة مهمة جدا في إعادة ترتيب الأولويات والأجندات يعني السياسية بالنسبة يعني لهذه الدول، وكذلك يعني كيفية ما يمكن نسميه اليوم بالرؤية الاستراتيجية في إدارة الأزمات، يعني هالثقافة إدارة الأزمات أعتقد بجول يعني في جول دول العالم يعني أثبتت على أنه عدم الجاهزية يعني ديال الأنظمة ديالها الصحية، ولاحظنا شفنا يعني هذا النموذج نظام إدارة الأزمات والمخاطر غائب على مستوى النظم أو الأنظمة يعني الصحية، وبالتالي هو لحظة مهمة جدا بالنسبة للدول في إعادة النظر ما يمكن نسميه بأدوار الدولة على المستوى الاجتماعي، فبالتالي بروز هذا العالم ما يمكن نسميه باللا تضامن، يعني العالم كل واحد يعني أصبح يعني بشكل أو بآخر يركز على الاكتفاء الذاتي، يعني الدول جميعها، وهذا ربما يعني سيعيد النظر يعني العالم يعني ما قبل كورونا ليس هو العالم يعني بعد كورونا، فبالتالي اليوم هو عالم لا تضامن وعالم الذي طبع يعني العولمة وهذه المقاربات الليبرالية أثبتت الفشل ديالها في جميع الدول، على أنه لا بد اليوم أن نركز وأن نستثمر في الإنسان، وبالتالي في غياب الاستثمار في الموارد يعني البشرية أعتقد يعني سيكون يعني الدولة لابد من الدولة تراهن على الشق الاجتماعي. الملاحظة الثالثة هو أن فيروس يعني أو هذا كوفيد 19 هو لحظة مهمة لاختبار جاهزية وحقيقة السياسات العمومية الاجتماعية. إذن حينما نتحدث عن السياسات العمومية ما ظهرته الجائحة، وهو أنه لحظة مهمة جداً كيف أن الدول تركز على الشق الاجتماعي، وأنه لا مدخل حقيقي في التنمية الحقيقية وفي الديمقراطية الحقيقية بدون التركيز على البعد الاجتماعي أو الرهان على الدولة الاجتماعية أو الدولة التنموية أو الدولة الراعية التي طبعاً تستحضر جميع الأبعاد على المستوى، خصوصاً أننا نتحدث عن الأمن الصحي، نتحدث عن الأمن التعليمي، ونتحدث طبعاً عن الأمن الغذائي. هذا التالوت إن صح التعبير مدخل من المداخل الأساسية التي لا يمكن طبعاً يعني أن نتحدث في أي دولة تريد يعني طبعاً يعني التجاوز المعضلة الاجتماعية لابد أن تركز عن هذه السياسات الاجتماعية إن صح التعبير. الملاحظة الرابعة هو المتعلقة بالمسارات، ما أثبته الجائحة وكوفيد 19 على أنه يعني ثلاثة مسارات هي مترابطة لا يمكن أن نفصل أحدهما عن الآخر. المسار السياسي اللي هو مرتبط بعملية الديمقراطية أو الديمقراطية، مسار يعني التنموي وهذا مدخل مهم جدا في أنه مرتبط بطبعا إشراك المجتمع المدني وإشراك المواطن في صناعة القرار، والمسار التعليمي. أعتقد ثلاثة مسارات هي متكاملة، المسار الديمقراطي اللي هو المسار السياسي له علاقة بالمسار يعني التنموي وله علاقة بالمسار التعليمي. القطاعات اليوم التي تتصدى للجائحة هي قطاعات الاجتماعية اللي هي الصحة اللي هي التعليم، وبالتالي اليوم يمكن القول على أنه لا مدخل حقيقي للتنمية ولا ديمقراطية حقيقية بدون الاستثمار في هذه المسارات الثلاث، مسار التنمية مع المسار التعليمي طبعا مع المسار ممكن نسميه بالديمقراطية المحلية. ويعني ما قبل الجائحة يعني طرح سؤال اللي هو الوسائط التقليدية، أزمة الوسائط التقليدية، وهنا نتحدث عن سؤال المشهد أو تأهيل المشهد الحزبي وتأهيل المشهد السياسي. أزمة الوسائط مرتبطة بثلاثة عناصر أساسية، أولا إشكالية النخب، وهذا أعتقد يعني برزته يعني الجائحة، وهي أزمة النخب السياسية، وبالتالي ما لاحظناه في الجائحة هو على المستوى يعني التدبير الجائحة على المستوى المحلي
لاحظنا كيف ان السلطه طبعا يعني ما يمكن نسميه بالسلطه المرتبطه باللا تمركز الاداري، السلطه المحليه كانت حاضره بقوه مع ازمه المسار التمثيلي وازمه الديمقراطيه التمثيليه، وبالتالي لاحظنا على انه يعني يعني نعيشه اليوم وانه اعطاب واختلالات المسار المرتبط بالديمقراطيه التمثيليه اتضحت بالملموس، وان الجائحه عرت واقع السياسات العموميه واعطتنا على انه لا يمكن الحديث يعني في المستقبل عن تاهيل المشهد السياسي وعن تاهيل المشهد الحزبي بدون هذه المداخيل او هذه المسارات التي اشرت اليها، اللي هو المسار التعليمي والمسار التنموي ومسار يعني ديال الديمقراطيه. ملاحظه اخرى وهي اعتقد يعني من الملاحظه السادسه مرتبطه بتدبير هذه الجائحه، ان التغيرات اليوم المتسارعه هو انه لا بد من اعاده النظر في مجموعه من المفاهيم. اول هذه المفاهيم هو طبيعه ومنطق اشتغال الدوله، لانه الجائحه اثبتت على انه لا يمكن تدبير الجائحه طبعا بالجانب يعني بالمقاربه المركزيه، اذا لا بد من اشراك النخب المحليه. وهنا يطرح سؤال مرتبط بتاهيل النخب المحليه اللي ممكن انها تجاوب على هذه الاشكاليه، وهنا اطرح سؤال دور الجماعات الترابيه ودور يعني الفاعل الترابي. هل فعلا على مستوى السياسات العموميه وخصوصا هنا السياسات العموميه الترابيه كان الفاعل الترابي مؤهلا من الناحيه يعني اللوجستيكيه من حيث يعني ثقافه اداره الازمات، ويعني ان صح التعبير على مستوى الجانب القانوني يتيح للفاعل الترابي للقيام بهذه الادوار. وبالتالي يمكن القول اليوم ان الدوله والدول لا تقاس بقدراتها العسكريه وبقدراتها التقنيه، وانما الدوله تقاس بماذا؟ بتنفيذ السياسات العموميه الاجتماعيه. وهنا لابد من الرهان على توفير الخدمات، الولوج الى الخدمات الصحيه، الولوج الى يعني الخدمات طبعا ديال اللي هي يعني الشغل اللي هي مرتبط ب يعني الشباب، بالاضافه طبعا الى مساله التنميه الحقيقيه اللي هي تنميه تنبع طبعا من الاسفل. وبالتالي هي لحظه مهمه جدا التي يمكن القول على انها العوده الى المحلي، كيف نستثمر في الشان المحلي. الملاحظه الاخيره واثبتتها يعني الجائحه هو انه هذه طبعا هذه الازمه ديال كوفيد 19 هو انه اعاده الاعتبار لما يمكن نسميه بالعداله المجاليه. اليوم لحظه من اللحظات في قبل هذه الجائحه كانت هناك طبعا إشكالية المسار التمثيلي وهو أزمة الديمقراطية التمثيلية. اليوم يعني كيف يمكن أن نعطي صلاحيات واختصاصات للجماعات الترابية من خلال يعني تجاوز ما يمكن نسميه بالتفاوتات المجالية. طبعا هذه التفاوتات المجالية ليست مرتبطة بالأزمة وليست مرتبطة بأزمة يعني أو جائحة كورونا، إنما هي كانت قبل هذه اللحظة. ولذلك يمكن القول اليوم هي لحظة مهمة جدا للدول لتراهن على الشق الاجتماعي وكيف تتحول الدولة من منطق طبعا يعني المقاربة المركزية إلى دولة تشرك جميع الفاعلين بما فيهم المجتمع المدني، الفاعل الحزبي وكذلك الفاعل المحلي. شكرا أستاذ جواد رباه على هذه المداخلة القيمة وتعليقكم على هذه الكرونولوجيا وهذا هذه الأحداث التي مرة منها المغرب ومرة منها العالم كذلك. لكن كما أو الأزمة التي أزمة عالمية، لكن كل دولة دبرتها على حدة، وأنتم علقتم على تدبير المغرب للأزمة وأيضا مقارنة بمحيط المغرب وأيضا بدول أخرى كيف دبرتها. لقد ارتأينا أنا والأستاذ الغالي في قبل بدء المباشر بأن يكون هذا المباشر تفاعليا أكثر منه مداخلات، وفعلا كان موفقا في 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 هذا الطرح الذي اقترحه علي. لذا سأبدأ بطرح أسئلتي مباشرة على ضيوفي الكرام. أولا أبتدئ بالأستاذ محمد الغالي، والسؤال هو كالتالي، هو بكل بساطة هو أثر جائحة كورونا على هندسة السياسات العمومية. هناك سياسات عمومية يعني كأي دولة لديها سياسات عمومية طبعا، لكن حدث طارئ
لم يكن في الحسبان ولم يكن على أي دولة أن تتنبأ به. وكذلك هناك بعض الكوارث التي تقع بدون لا يمكن أن تتنبأ بها. فما هي أثار هذه الجائحة على هندسة هذه السياسات العمومية؟ السؤال لك الأستاذ محمد غالي. أستاذ أبو زيد، الصوت ربما انقطع الانترنت، لم أسمع السؤال، من فضلك. السؤال أوكي. السؤال هو ما هي الآثار أو آثار جائحة كورونا على هندسة السياسات العمومية؟ لأن كما نعلم أنها جائحة وأن هناك سياسات قبلية يعني تنهجها الدولة، فما الذي أثر بهذه الجائحة في هذه السياسات؟ شكرا سي أبو زيد. أكيد كما قلنا بأن أثر هذه الجائحة هي أثر عميقة، وأنا فقط أعطيك مؤشر، ومن خلال هذا المؤشر يمكن أن نعطي بعض التنبؤات أو بعض السيناريوهات. الإعلان الرسمي لوزير المالية يقول بأن الدولة تخسر يوميا مليار درهم، يوميا تخسر ميزانية الدولة مليار درهم. إذا لاحظ معي الآن مليار درهم، بمعنى هذا يعني بأن هناك مجموعة من القطاعات تضررت، وبأن مجموعة من القطاعات لن تعود قادرة على أن تسترجع أنفاسها كيفما كانت. وبالتالي فهنا أول سؤال يطرح، كيف ستعبئ الدولة موارد جديدة، أو كيف على الأقل ستحيي تلك الموارد؟ الآن أعطيك كذلك مثال، فمجموعة من الضرائب تحصلها الدولة من الضريبة على الدخل، من الضريبة على الشركات. لاحظنا بأن 60% من الشركات تقريبا أعلنت إفلاسها، أو 40% أعلنت إفلاسها، و20% أعلنت بأنها متضررة. تقريبا 60% هي في وضعية صعبة، وهذه الوضعية هي متفاوتة. إذن لاحظ معي بأن الدولة كانت لها عائدات، كذلك عائدات الدخل، عائدات الضريبة على الأكرية، أن مجموعة من المحلات كان يتم كراؤها، كانت تستفيد الدولة من مجموعة من الضرائب، الضريبة على الباتنطة أو غيرها. الآن مجموعة من هؤلاء الحرفيين أو الصناع عندما يطلب منهم، وأكيد أن الأستاذ النقيب الأستاذ احتتش يمكن أن يفيدنا في هذه النقطة، أن مجموعة من هؤلاء الحرفيين والصناع طلب منهم أرباب المحلات أداء ما بذمتهم، فرفضوا الأداء، وكان دفعهم بأن محلاتهم تم إغلاقها ليس بمحض إرادتهم، وإنما الدولة هي من قامت بإغلاق هذه المحلات. وبالتالي هذا قد يدخلنا في ذلك المبدأ المعروف في القانون الإداري المتعلق بنظرية فعل الأمير، أي إعادة التوازن المالي إلى العقد. وبالتالي فأكيد بأن مجموعة من الأشياء ستتغير بشكل جذري. على الأقل أنا يمكن نقول لك بأن الدولة ستكون مطالبة بإدخال هذا المفهوم ديال إدارة وتدبير الظروف الطارئة، ماشي هذيك الطارئة كالمعتادة اللي كنهضروا عليها ديال الفيضانات أو ديال الزلازل أو ديال التصحر أو الجفاف. أو وراه لاحظنا بأن الدولة المغربية لم تكن مقصرة في هذا الباب، راه كان صندوق ديال الكوارث تحدث في 1993، وصندوق آخر تقريبا في 2007 ولا 2006، وثم كذلك الآن في عهد الحكومة الحالية. وبالتالي فأكيد بأن إدخال مقاربة المخاطر، أنا أسميها مقاربة المخاطر،
في مسلسل السياسة العمومية، وهذا إدخال هذه المقاربة يجب أن ننتبه له كلفته. الآن مثلا عقود الشغل أو عقود العمل، لاحظنا بأنه مجموعة من أرباب العمل كانوا مقصرين في حق اليد العاملة، لم يضمنوا لهم حقوقهم. هذا التساؤل يطرح الآن على الدولة، كيف ستتدخل، كيف ستتصرف لحماية هؤلاء من هذه الوضعيات. أضيف مسألة مهمة وأساسية، الاقتصاد غير مهيكل ينخر جسد الدولة. أنا أقولها وأؤكدها بغض النظر أن الاقتصاد الغير مهيكل يشغل الناس ويفتح الآفاق، وأنا أقول بأن الاقتصاد الغير المهيكل بمثابة ورم في جسم الدولة لا بد من التصدي له. وهذا الاقتصاد الغير المهيكل، لأن شكون هو المتضرر؟ دائما المتضرر هو الموظف الذي له أجر ثابت معروف يؤدي عليه الضرائب. الآن راه اللي تيؤدي الضرائب هاد الناس كتقول لك لا راه اللي ما بغاش يخدم. احنا الأساتذة الجامعيين ملي كنسمع تصريحات ديال بعض الزملاء تيقول لك انا ما خدمتش، وهذا تصريح يلزمه. هذا تصريح، وانا اؤكد على ان الأستاذ الجامعي اللي تيقول بانه ما خدمش وتيتخلص، هذا تصريح يلزمه. السادة الأساتذة اللي عندهم ضمير ويعملون ويشتغلون، فمنذ بدء الإجراءات ديال الحجر الصحي والتنفيذ ديال حالة الطوارئ قاموا بتسجيل الدروس عن بعد، وقاموا بإرسال الدروس عن بعد، ويشاركون في ندوات عن بعد، ويلقون محاضرات عن بعد. وبالتالي لا يمكن أن نقارن هذا وذا. وبالتالي راح تهدي، أنا باش نأكد معك بأن ليس كل المواطنين تحملوا أعباء إدارة وتدبير حالة الطوارئ. أنا راه تنأكد الجامعات اللي عندها مئات الآلاف من الطلبة، تصور معي لو أن الجامعات لم تقم بأدوارها في هذا الباب المتعلق بالتأطير عن بعد ديال الطلبة والطالبات بشتى الوسائل، ورغم الصعوبات، أنا باش نأكد لك في هذا الباب، رغم الصعوبات التي جابهتنا ولاقيناها على مستوى النصابي ضعيف، الانترنت كي اللي ما عندوش باش يدير روشارج كذا، ولكن رغم ذلك فاننا بالامكانيات، لان كما يقول المثل البريطاني، وهذا البث فهو من لندن يا كسي ابو زيد، وهذا البث هو من لندن، المثل البريطاني يقول بان الحاجه ام الاختراع، الحاجه ام المبادره، الحاجه ام الابداع. وبالتالي فحاولنا بامكانياتنا البسيطه باش اننا نقلبوا على الطرق البيداغوجيه اللي ما كتكلفش بزاف بالنسبه للديبي الطالب. نعطيك مثال، ان بعض الساده الاساتذه قاموا بتسجيل دي كابسول في الواتساب ديال 15 دقيقه، لان كابسول ديال 15 دقيقه في الواتساب يصل الى الطالب ولو انها تكون غير ترواجي ولا هذا، ولو يكون ان الصبي ضعيف. وبالتالي اعتقد اللي كان بغى يخدم راه خدم، واللي يعتبر ان الامر قوه قاهره واستسلم لهذه القوه القاهره. وبالتالي الان هذا النداء اللي كيتعطى يجب التعايش مع كوفيد 19. لاحظ معايا السي ابو زيد والاستاذ النقيب والاستاذ جواد الرباع، راه التعايش مع كوفيد 19 باخذ المبادره والعمل والاشتغال، واخذ الحيطه والحذر باتخاذ كل الاجراءات اللازمه. الانسان خصو يحافظ على التباعد، خصو يحافظ على الطهاره، يحافظ على الكمامه، هذه كلها هي. والانسان كيطلب السلامه بطبيعه الحال، هذا لا يعني انك راه غادي دير هذا الشيء كل شيء وغادي تقول، ولكن مع ذلك نطلب التوفيق من الله وكنطلب الحمايه. وبالتالي فانا اؤكد على هذا الامور المتعلقه بان اكيد انه حتى التعليم، حنا كنهضروا على التعليم السي ابو زيد، راه التعليم الان سيعرف تغييرات جذريه. نعطيك مثال السي ابو زيد، وراه الاستاذ الرباع معنا، انا كنت كنمشي ندير محاضره للطلبه ديال الماستر في السطات، كناخذ السياره ديالي وكناخذ لو ريسك ديال لوطوروت 160 كيلومتر في 160 كيلومتر، وزيدك المصاريف كتوصل كدير محاضره القسم ديال الماستر في 50 واحد، في 50 واحد، ولا استدعوا ضيوف ديالهم الى غير ذلك، ابعد ما يمكن ان تصل اليه في مدرج هو 300. الان محاضرات على صفحات هاد الماسترات وعلى صفحات الإجازات
اللي كتبعات 8000 و 10000 طالب. لاحظ راه هذه هي الديمقراطيه، راه هذه هي الديمقراطيه، لان الديمقراطيه تعني الاتاحه، والاتاحه ان كل المواطنين والمواطنات الان هذا اللقاء التفاعلي الذي تديره الان، كن متيقن بانه يتابعه مجموعه من المهتمين في مختلف بقاع العالم. اليوم المعلومه لا نتحكم بها، ولكن كما قلت اكيد من خلال هذا السياق الذي تحدثت فيه، السياسات العموميه ستعرف تغييرات جذريه، ماشي فقط غير على مستوى الامكانات والوسائل، ولكن على مستوى مختلف المقاربات، لان خير الانسان لا يمكن ان يتحقق الا اذا كانت عندنا القدره على التكيف مع مختلف التحولات والتطورات. شكرا سي ابو زيد. شكرا الاستاذ الغالي، ولقد استلهمت سؤالي من 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 خلال مداخلتكم، وخصوصا من خلال الشق الثاني او الشق الاخير من مداخلتكم. اذا سمح لي الاستاذ جواد الرباع ساساله هذا السؤال حوله، وهو راينا في حول هذا التعليم عن بعد الذي كان واثر هذه الجائحه في تسريع هذه العمليه، حتى لا على مستوى هذه الدروس عن بعد، ولا على مستوى يعني الناس اللي لم يكونوا يعني متعودين على استعمال التكنولوجيا عن بعد واضطروا كما اضطر جميع من القطاعات. ولكن سؤالي هو عن التعليم، وخصوصا التعليم العالي. هل تظنون أستاذ جواد رباه أن في المستقبل سيصير في التعليم العالي يعني أكثر يعني في عن بعد، أو مثلا سيكون مثلا هناك دروس عن بعد كما شرحنا لنا أستاذ مثلا الغالي؟ هل ممكن أنتم مثلا في أكادير وأن تلقوا محاضرة مثلا في مراكش أو طنجة أو غيرها من المدن؟ ماذا رأيكم أستاذ جواد الرباع خصوصا في 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 المستقبل بعد الجائحة؟ أظن يعني في حقيقة سؤال مهم جدا، هو متعلق يعني بالتعليم، لأنه أثناء الجائحة كما أشار الأستاذ يعني يتفق مع الأستاذ محمد الغالي في مقاربة إدارة المخاطر أو طبعا إدارة الأزمات، فبالتالي هذه الجائحة تحمل في طياتها أزمات، ولكن في نفس الوقت هي فرصة وفرص تفتحها أمام مجموعة من القطاعات ومن ضمنها قطاع التعليم العالي. وأعتقد لحظة اليوم يعني كما أشرت يعني سؤال متعلق ب يعني التعليم عن بعد، هو طبعا لا يمكن، لماذا؟ لاعتبارات عديدة جدا، فيها الإمكانيات مرتبطة كما قال الأستاذ، فيها أولا مرتبطة بالفاعل في المنظومة التربوية اللي هو الأستاذ، وبالتالي ضرورة يعني طبعا تكوين في هذا الجانب المتعلق بالجانب التقني، فيها متعلق ب يعني طبعا بالإدارة، وهنا خاصة كيفاش تواكب هذه العملية طبعا ديال الجانب التقني، وبالتالي تأهيل الأطر التقنية لتقوم بهذه الأدوار، لأنه لاحظنا هذا المشكل ديال صبيب الانترنت، وأغلب الأساتذة ملي كنقولوا كيقوموا بعملية التعليم راه من كما كنقولوا من هي مجرد يعني اجتهادات يعني شخصية، لانه كاين بعض الاساتذه اللي قام بالبي دي اف وبالبيربوينت وانتهى الكلام. ولكن يعني هذه المساله المرتبطه بالتعليم يعني واستمرار هذه الخدمه العموميه اعتقد كانت مهمه، وهنا مشكور الاساتذه اللي طبعوا قاموا مستمرين في هذا الجانب ديال يعني التواصل يعني في هذا الباب. ولكن اعتقد بان اشكاليه التعليم يعني ان صح التعبير عن بعد لا يمكن يعني يعوض التعليم الحضور لعدة اعتبارات، لأنه مثلا الإشكالية المرتبطة ب يعني واحد فئة كبيرة من الطلبة لا تواكب هذا الأمر الجانب التقني، إما لمشكل ديال يعني ديال صبيب الإنترنت، لأنه لماذا؟ لأن الطالب يعيش في واحد المنطقة جبلية ومنطقة نائية، وبالتالي يصعب أنه يتابع يعني المحاضرة ويتابع يعني هذا المباشر الذي نتابعه اليوم. إذا كاين إشكالات مرتبطة بما يمكن نسميه بالجانب يعني المجالي، اذا اشكالات مجاليه، لانه الذي يعيش في مراكش او يعيش في الدار البيضاء او فاس كذا ليس هو الذي يعيش في بوكماز او يعيش مثلا في الحدره او في سوق السبت او الى غير ذلك، بمعنى كاين اختلافات في هذا الجانب هذا. اذا هنا طبعا يعني فيه اشكال. مساله اخرى كذلك هو انه هذه الجائحه هي مدخل مهم جدا بالنسبه يعني للجميع يعني يعني الإدارات بما فيها طبعا يعني وزارة التعليم العالي، وأن تستثمر في هذا الجانب الرقمي، وكيف أنها
إن صح التعبير تؤقلم يعني السياسة ديالها واستحضار هذا البعد، لأنه لم تكن جاهزة. إذا قلنا الدول غير جاهزة فكذلك يعني يعني بالنسبة لرجعنا للوزارة ديال التعليم العالي لم تكن جاهزة لهذا الأمر، يعني بأنه المسألة مرتبطة. لماذا؟ لأنه أولا مسألة التعليم عن بعد يتطلب تكوينا، يعني بالنسبة للأساتذة ولا بالنسبة للتقنيين أو بالنسبة للإدارة أو بالنسبة للطالب، لأنه الطالب يعني كاين مشكل الإمكانيات وكاين مشكل كذلك حتى التعامل مع التقنية. ماشي جميع يعني الطلبة وجميع الأساتذة مؤهلين للتعامل مع هذه يعني التقنية. ولذلك أعتقد بأن هي فرصة مهمة جدا هذه الجائحة في إعادة نقاش حقيقي هو مرتبط بأنه أن التعليم طبعا الحضوري لا يعوض يعني التعليم عن بعد، ولكن لحظة الأزمة لحظة مهمة جدا في إعادة فتح نقاش عمومي حقيقي مرتبط بأنه كيف يمكن للجامعة وكيف يمكن لي طبعا الإدارة الجامعية أن تواكب هذه التحولات الرقمية. وهنا لا الأستاذ جواد، إذا سمح لي الأستاذ أبو زيد في هذه النقطة بالضبط. تفضل. الطالب فيه فئات، ما فيش فقط غير ذاك الطالب اللي في عمره 18 عام ولا 19 عام كيحصل على البكالوريا وكيجي للجامعة. فهناك الطالب الموظف الذي لم تسعفه الشروط أو الظروف حتى الآن. أنا يمكن مشي معه بعيد وهضرنا اليوم العدالة المجالية، كل متيقن أسلم وسيلة لتحقيق العدالة المجالية في مجموعة من الخدمات، كل متيقن هي التكنولوجيا الرقمية. الآن هذاك الأستاذ وهضر الأستاذ جواد، أنا نعطيك مثلا مواطن مغربي موظف في طاطا ولا في زاكورة ولا في سمارة، والدستور كيهضر على الحق ديال المواطنين والمواطنات باش انه ماشي غير يقراو، انه يطور راسه. هذه مساله تفتق من حقه شاب. انا نعطيك مثال، شاب حصل على البكالوريا دوز كونكور دخل 20 عام دخل موظف، و20 عام واش بغيتي تقتلو؟ بغى راه 20 عام باغي يزيد يقرا مزيان. وبالتالي فحنا بالتجربه عندنا هنا في مراكش بعض التكوينات عندنا فيها موظفين ينقلون يوميا وتيقول لك استاذ الان ارتحنا من خلال هذا التعليم عن بعد، وخصوصا اننا كنحاولوا باش لي كور كنديروا من 6 لفوق وانهم ينخرطون. وحتى الساده الاساتذه داروا هذه الملاحظه وقالوا باننا اكتشفنا مجموعه من الطلبه الموظفين، لان بطبيعه الحال في الاوقات العاديه 8 12 6 كثير منهم لا يسعفهم الوقت، وقالوا هكذا بأننا اكتشفنا طلبة جديين ومجديين في هذه المسألة. وبالتالي أنا كان أعتقد إذا كنا نتحدث عن الديمقراطية، والديمقراطية كما كنقولوا لما فيهاش الدغل، فالديمقراطية كتعني الإتاحة، وإذا كان هضروا على الإتاحة يجب أن نجتهد ونعمل لنمكن المواطنين والمواطنات. شكرا أستاذ الغالي على هذه الإضافة. وهو فعلا هناك أن الطالب ليس بالضرورة أنه هذاك اللي فقط يعني يلا شد البكالوريا، بل هناك موظفين، هناك يعني طلبة مخضرمين اللي تصعب عليهم أنهم يواكبوا ذاك الريتم اللي تنسميه ذاك الريتم، أنه مثلا يمشي للفصل يعني. وتنلاحظوا ان مثلا هنا في بريطانيا يعني من اعرق الجامعات مثلا كجامعه كامبريدج وجامعه اوكسفورد اللي داروا لي دايرين واحد التعليم عن بعد، يعني التعليم عن بعد ماشي فقط تكميلي، يعني ممكن ان في جميع المراحل ديالو تقريبا من غير زعما التحضيرات او الميموار مثلا. وحتى هي تنلاحظوا ان في المغرب دارت على ما اظن في جامعه بن طفيل او لا اعرف، جامعه بن طفيل ربما في القنيطره، انها اول هذا مناقشه ماستر او دكتوره لا اذكر عن بعد يعني، ومصير تاع ديجيتاليزاسيون او هذا الرقمنه، يعني مصير العديد من المجالات. فلماذا نستثني التعليم من 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 هذه مثلا من هذه الرقمنة او هذا الواقع الذي سيصير لا منصا منه، والا فسنقصيه، والا ان احنا ما بغيناش ليه الخير. نتمنى انك تعلق بعجاله لانني عندي واحد السؤال قانوني للاستاذ الناقب. تفضل الاستاذ جواد الربان. لا في حقيقه غير تفاعل مع ما قلت وما قاله الاستاذ الغالي،
هو يعني مسألة الرقمنة مسألة يعني حتمية، أنه فرصة ديال الأزمة فتحت واحد النقاش على أنه يعني طبعا يعني الجامعات وبالنسبة للوزارة على أنها دير واحد الاستراتيجية ديال الرقمنة في هذا الجانب هذا، وأنه لأنه كما قلت يعني هذه المسألة اللي هي مرتبطة الآن بالتعليم عن بعد لم تكن هناك استراتيجية يعني كما كنقولوا استراتيجية بعيدة المدى، يعني لم تأتي، وإنما جئنا لندبر مرحلة، لندبر استثناء. ملي كنتكلموا على كامبريدج، كنتكلموا على السوربون، كنتكلموا على هذه الجامعات، الرقمنة ثابت من التوابيت، كاين استراتيجية، هناك سياسة الرقمنة، بمعنى الرقمنة لم تأتي كجواب عن أزمة، وإنما قبل أزمة كورونا هناك مناقشات عبر الماستر، قبل كورونا هناك محاضرات يعني عن بعد، قبل كورونا هناك يعني الطلبة لديهم يعني التقنية يعني الكافية. كيف يعقل اليوم يعني من كنتكلموا على الطلبة، يعني طبعا يعني الأستاذ الغالي تكلم على واحد الفئة كبيرة بالنسبة يعني في النسبة للطلبة فيها موظفين، ولكن في نفس الوقت راني كنقول كان عندي 4000 طالب يعني مثلا في واحد جوج الأفواج ولا خمسة الأفواج بين الفصل الأول والفصل الثاني، كان فيها من الطلبة يتوفرون على الجانب التقني اللي هو مثلا باش يتابع محاضرة يعني فيها واحد ساعتين ولا ثلاثة السوايع. كاين إكراه مادي، كاين إكراه مادي، لأنه كما قلت يعني بالنسبة للطالب، أنا مثلا في التواصل مع بعض الزملاء مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الجائحة تم تواصل مع جميع الأساتذة في ماذا؟ أولا تأهيلهم في الجانب التقني، وجميع الأساتذة اللي عنده مشكل في الجانب التقني دار تكوين بالنسبة للأساتذة، هذا واحد. يعني الأستاذ كيفاش أنه بل أكثر من ذلك تكوين، يعني حتى قال لك وصلنا إلى التخمة أنه كيفاش التعامل مع التقنية، يعني هناك موارد بشرية داخل يعني الجامعة كلفت فقط تكوين للأساتذة، هذا واحد. طالب عنده طالب، طبعا هو تقرر 25 طالب، احنا كنتكلموا 25 طالب ماشي هي 4000 طالب، ماشي هي 3500 طالب عند الطالب يعني عند الاستاذ الجامعي في خصوصا في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح لكلية الحقوق ولا كلية الاداب، طالب عنده 3000 طالب يعني استاذ عنده 3400 طالب وكل اللي عنده 4000 طالب، راه ملي كنقولوا 25 طالب في الفصل، انا اعطاني غير نموذج قال لك معايا الطالب ما تبعش معايا 4 المحاضرات في خلال التعليم عن بعد، 4 المحاضرات ما تبعهمش، تواصلت معه الاداره وفرت له حاسوب، مشات لعنده الاداره تكلفت بهذا الامر ومشات لعنده وفرت لي حاسوب باش يتابع المحاضرات ديال الاستاذ. اذا مساله التقنيه والرقمنه مساله يعني مهمه جدا، ولكن لا بد من توفير شروطها الماديه والمعنويه. سنعود لهذه النقطه. انا انتم تحدثتم عن السياسه، عن أن لابد أن تكون هناك سياسة أو أن يكون هناك مخطط للرقمنة، ولن تأتي عبثا أو تأتي بمسائل فرضية، ولكن كما نرى أن الجامعات يعني كما الجامعات في العالم كبريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا يعني ماشية نحو الاستقلالية، لا تنتظر خطة من وزارة التعليم مثلا. فلم أسمع مرة عن جامعة أكسفورد مثلا أنها انتظرت أن وزير التعليم في حكومة بريطانية أنه ينزل عليها شي قرارات حول مثلا أنها ترقمن أو غيره. سنرجع لهذه النقطة الآن، سأمر إلى الأستاذ مولاي عبد اللطيف حتيتش. أود منك أو أن تعطيني تقييما، نحن رأينا بأن كانت هناك محاكمات عن بعد، لا طبعا المحاكمات التي كان فيها المحامي يلعب يعني دورا هاما، ورأينا أيضا البيان أو البلاغ الذي أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية. أود منكم بعجالة تقييمكم لكل ما حدث، يعني لهذا البلاغ وللمحاكمات عن بعد التي حدثت في هذه الفترة. تفضل أستاذ. مشكورا. شكرا أستاذ توفيق. في الحقيقة قبل أن أجيب عن هذا التساؤل أريد أيضا أن أطرد دكتور غالي وتساءل عن قضية المكتاري الذي يعني حرم من
استغلال العين الموكرات في هذه الفترة. أود أن أشير إلى أنه بطبيعة الحال المكري حتى يمكنه أن يحصل على واحد حكم ليقضي بأداء الكراء ومن بعد الإفراغ للتماطل كما تعلمون أستاذي الجليل كيلجن باش يوجه واحد الإنذار المالك ليطالب منه بأداء الكراء في واحد الوقت محدد وإلا سيصار إلى إفراغه. هنا أنا كنستند لهذه المادة السادسة التي أشرت إليها قبل قليل ملي وبالخصوص خلال هذه الفترة نتاع الطوارئ نتاع الحجر الصحي كتعرفوا جميعا على أن المحاكم لم تعد تبت في القضايا بالإطلاق سوى قضايا المعتقلين والدعاوى المستعجلة أو الدعاوى الاستعجالية، ولذلك فإن حقوق هؤلاء الأشخاص الذين أشرت إليهم هي محفوظة خلال هذه الفترة. بعد رفع حالة الطوارئ ممكن باش يطالب المكري من المكتري أداء واجبة الكراء، ولكن كما تعلمون يبدو أن هناك مشكلة عند الأستاذ النقيب. وفقط مشكل يعني تعربت بالإنترنت طبعاً، وهذه المشكل كنا تنوجدوه في جميع اللقاءات التفاعلية. يعني الله يهدي هذوك الشركات الاتصال اللي في المغرب، هذه رسالة موجهة لهم يحاولوا يحسنوا المنتوجات لأن يعني الخدمات التي يوفروا، وهذا الشيء شيء معروف يعني ماشي أول مرة يتقال، الخدمات التي يوفروا مقابل الأثمنة اللي والفواتير التي تخلصوا يعني راه كاين هناك يعني تفاوت كبير. انتظارا لقدوم الأستاذ النقيب مولاي عبد اللطيف حتيتش، أريد منكم الأستاذ محمد الغالي، وأريد منكم وأترجاكم أن تتحلوا بالموضوعية، أريد منكم تقييم لفعالية السياسة العمومية، فعالية السياسة العمومية في ظل حالة الطوارئ. يعني هذا اللي حدث، أتكلم عن 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 طبعا السياسة العمومية التي اتخذتها الدولة المغربية خلال فترة الحجر الصحي. شكرا. أولا أنا ركزت على مسألة الموضوعية، ولكن عندما نطرح الموضوعية في الهواجس الإبستيمولوجية مطروحة، وما دمت أنت في قارة الأنوار فأنا أحيلك إلى جون جاك روسو في كتابه العقل الاجتماعي لكونترا سوسيال لكي يحذر فيه من اتخاذ القرارات الحاسمة أثناء وقت العواصف. وبالتالي نحن الآن ندبر جائحة، ندبر ظرفا طارئا. الأستاذ النقيب ربما المشكل ديال الشبكة تطلب مباشرة بعد ذلك، ممكن تكملوا بعد النقيب مولاي عبد اللطيف. نعم أستاذ النقيب نعم على أنه بالفعل أنه يجب التعايش مع هذا الوباء كيف كان تعايشه بعض المرات مع بعض الأمراض المزمنة بحال السكري بحال التونسي وكذا، ولكن هذا ما كيخلينا شي باش نتخلاو على استعمال كل الطرق اللي هي تقينا هذا الوباء وتحد من تفشي ديالو، كنستعمل الكمامات والتعقيم الى اخره. فإلى بقينا كم دقوقين راه طبيعه الحال كيف كتعلمون جميعا ان المساله اثرت بصفه كبيره على الاقتصاد نتاع البلاد وعلى واحد العدد نتاع المواطنين اللي حقيقه يعانون منها عطله وقله ذاتيه. الرقمنة هي في الحقيقة هي واحد المطلب، خصوصا بالنسبة للسؤال ديالكم أستاذ توفيق، هي واحد المطلب نتاع الدفاع منذ زمن بعيد، هي مطلب ديال الدفاع. جات هاد الجائحة وخلاتنا نخرطوا واحد الطريقة اللي هي كانت ما وقفتناش، لا حاولنا ما أمكن أننا نجهزوا المكاتب ديالنا
أننا نقتني أجهزة اللي هي مواكبة للتطور نتاع الرقمنة والتكنولوجيا، وما يمكنش نهائيا كرجال دفاع نبقى متخلفين. شاركنا في المحاكمة عن بعد، شاركنا في المحاكمة عن بعد لعدة أسباب. السبب الأول هو أن هذه المحاكمة عن بعد كتقينا تفشي هذا المرض، هذا الوباء، لأنه كما تعلمون وقعت مسائل في السجن يعني نتاع ورزازات، بعض السجون أصيب فيها يعني أغلقت ولم يعد بالإمكان يعني محاكمة المشتبه فيهم الموجود في هذه المحاكمة عن بعد، ساهمت في الحقيقة في الحماية السجناء من الاختلاط ومن تفشي هذا المرض وسط السجن. تعرفوا الخطورة انتعت السجن إلى فات حتى شي واحد اتصاب، راه مشكلة يعني اللي ممكنش يوقع الحل ديالها وكارثة بالفعل. إذن فأنا أقول على أن الرقمنة سواء فيما يتعلق بالمحاكمة عن بعد، رغم أنه الإطار التشريعي لحد الآن بالنسبة وكتعرفوا كما يعرفوا الأساتذة الحاضرون معكم أنه لا كان شي حاجة بغت تصدر وبتكون وتدخل في المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، لا بد يكون واحد الإطار التشريعي اللي كينظم الاستعمال الوسائط ولا الوسائل الاجتماعيه كذا، راه ما يمكنش تكون الا اذا كانت اطار تشريعي اللي كيشرع الاستعمال ديالها. الان رغم انه في غياب هذا الاطار التشريعي، الا اننا ساهمنا دابا في منصه المحامي اللي من المكتب ديالنا كنديو الرسوم القضائيه، كندفعوا المقالات الافتتاحيه، كنطلقوا المذكرات، وهذا التقنية هذه يعني سهلات علينا المأمورية ديالنا، بحيث من حنا ماشي كنحددوا هذه المسألة هذه غير بالنسبة للدفاع، ولكن كنطلبوا من وزارة العدل السلطة القضائية ومن رئاسة النيابة العامة باش تحاول، ومن الدولة ككل باش تحاول تخلي المواطن يتسهل له بطريقة كبرى الولوج إلى العدالة. هو بدوره يمكنه ان يوجه شكايه ان عبر 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 الرقمنة، يمكنه ان يقدم مقال في الحالات اللي ما كيوجبش فيها تقديم مقال بواسطه محامي. اذا كل هذه المسائل هذو هي فيها واحد ايجابيات كبيره جدا. الرقمنة هي واحد المساله اللي سبقونا لهذ الدول واللي كتستعملها الدول المتقدمه والمتطوره، واللي أبانت عن النجاعة ديالها، ومن خلالها كتكون حتى النجاعة القضائية وكتكون النجاعة في القضايا وفي الأحكام وفي كل شيء. فلذلك أرى أنا أنه حتى هذا بالنسبة جاءت كورونا بالفعل، وجاءت في تطبيق وفي بداية تطبيق الرقمنة في المحاكم، وهذا يعني إن كان يدل على شيء فإنما يدل على أن هذه الجائحة هذه، لأنه عادة كان مع أصدقاء ديالنا ومع العائلة ديالنا وكذا كنقولوا الله يرفع علينا هذا الوباء باش نرجعوا للحياة ديالنا الطبيعية، ولكن كنضيفوا لها بنمط آخر، بنمط المحبة والسلام والحداثة والتقدم وكذا إلى آخره. فهذا الوباء جاء لكي نعجل باستعمال الرقمنة والتكنولوجيا اللي ولات مسألة طرح نفسها بحدة ولا يمكن بالإطلاق أن نتخلى عنها. إذن هذا هو اللي عندي بنقول في هذا المجال هذا. حقيقة من سياسات العمومية بطبيعة الحال تستند في دراستها على التخصصات الأكاديمية في العلوم الاجتماعية، من بناء الاقتصاد، من بناء تقييم البرامج، الإدارة العامة، ولذلك فهي تختلف بطبيعة الحال عن العلوم السياسية، وأن الزميلين الأساتذة هم أدرى مني ومتخصصين في هذا المجال،
لأن العلوم لأنها ترتكز على تطبيق النظرية من خلال وضعها في الإطار العملي. فهنا مطلوب من السياسة العمومية أن تكون في الموعد وأن يعني تقوم. هناك أولويات لا بد التركيز عليها، لأنه لا يمكن لأي دولة أو حكومة مهما كانت إمكاناتها المادية والبشرية والموارد ديالها الاقتصادية من تلبية المطالب التي يتقدم بها مواطنها أو معالجة جميع المشاكل ديالهم من إلا إذا وقع التركيز على الأولويات. ومعلوم أن مفهوم الأولويات يختلف من برنامج إلى آخر، من حزب إلى آخر، من يعني هيئات من هيئة إلى أخرى، حسب الإيديولوجيات ديالها. فلذلك نعتقد على أن هذا الطارئ اللي هو كوفيد-19 دون شك غير معالم السياسة العمومية وأعاد ترتيب الأولويات، خاصة في المجال الصحي والاجتماعي وقبلهما التعليمي. فطبيعة الحال هذا هو التأثير نتاع الوباء. فنتمنى أن نعود ونرجع إلى حياتنا الطبيعية ولكن بنمط جديد في حياتنا. شكرا ومتمنياتنا جميعا أن نعود إلى حياتنا الطبيعية وأن تعود الأمور إلى مجاريها. ولكن هذه الأزمة في الحقيقة التي هي علمت الجميع ضرورة يعني بعض ربما نقول بعض العادات اللي هي صحية وتنظن أنها ستلازم جميع الشعوب بما فيها مثلا طريقة السلام، مثلا التباعد الاجتماعي، وضع الأقنعة في الأماكن العمومية. لأننا كنا نشوف بعض الدول الآسيوية مثلا هنا في مترو لندن تتشوف أن في المكان شي واحد آسيوي يعني من اليابان وكوريا تيحط ذاك الماسك يعني قبل جائحة كورونا، لأنهم ربما مروا من جائحة سارس والعديد من الأماكن التي كانت حكرا على الدول الآسيوية. الآن لقينا أن الحكومة البريطانية فرضت على الجميع ارتداء الأقنعة في الوسائل النقل العمومية رغم حتى بعد يعني زوال حالة الطوارئ. أستاذ محمد الغالي كان اسمح لي أستاذ توفيق. تفضل أستاذ توفيق. اسمح لي أستاذ غالي. مرحبا أستاذ نقيب. غير واحد ملاحظة جد بسيطة. مرحبا أستاذ نقيب. هذه الجائحة وما كانش هذا الوباء، واش يمكن نتلقاو بهذه السهولة؟ الأستاذ توفيق لا هو في الإنجليز، الأستاذ الغالي بعرفنا فين كاين الآن. لا مراكش على أي حال طاف مراكش يصعب أن نتلاقاو بحال هذا اللقاء. أستاذ جواد المنطقة جوج أستاذ الناقب إلا مشينا بهذاك التمييز ديال واحد وجوج. الإيجابيات نتاع الرقمنة والتكنولوجيا ها هي قربت بيناتنا رغم بعد المسافات ورغم لا فعلا. وانا انزيد كان اضافه اخرى على الاستاذ الغالي، يعني كان لما كنت في المغرب يعني وحتى في الفترات القصيره اللي تنمشي حتى نشوف مثلا ديزافيش تاع بعض الندوات اللي هي وتحيها لانه يعني حاضر في جميع المحطات، وتتكون مثلا لو سواء في جامعة القضاء عياد ولو سواء في القطب اللي كاين في قلعة السراغنة، وتعذر علي انني نمشي. بينما دابا فاش انه ولو الندوات نعم. يعني في يعني على المباشر وليت تنحضرها بكل سهولة. دائرة صحية طبعا. لا ولكن ولذلك الأستاذ جواد خصو يمشي معنا في هذا الاتجاه. لا غادي أو أستاذ نقيب. لا بالعكس أستاذ نقيب امشي بز منه. لا راه بز منا احنا نمشيو مرة امشي بز منه. احنا جوج هو بوحدو يمشي بز منه. الديمقراطية العددية هي هذه. لا ولكن سي جواد غير أنا أحيي الأستاذ النقيب مولى عبد اللطيف
علائيين، لان راه ما نساوش كاين مقاومات لهاد الطرق ديال هاد الندوات بهذه الطريقه. وانا يمكن تقسم هنا معكم بانه في لحظه من اللحظات سئمنا من هذا الفضاء الازرق. لماذا؟ لانه كان مجالا لنقل البؤس واليأس، غير المشاكل والسبان. الان الحمد لله، فكل ما انك دخلتي للفضاء الازرق راه كتلقى ندوه جوج ثلاثه د الندوات، لقاءات عموميه اصبحت. وهذا هو اللي مهم، وهذه من الامور ديال هذه الجائحه، وهو ان الحمد لله مجموعه ديال الانشطه اللي هي بناءة خدات المكانه ديالها في هذا الفضاء الازرق. بالفعل استاذ غالي، هذا نقاش جانبي، ولكن بناء ما نسميهش انا نقاش جانبي، لانه كان في صلب اصلا الموضوع اللي هو جائحه كورونا وهذه الندوات التفاعليه والرقمنه. سؤالنا كان هو حول سياسه هندسه السياسات العموميه او تقييمكم لها. تفضل اكمل الاستاذ الغالي، تفضل. إذن عاود ذكرني بالسؤال. السؤال هو تقييمكم للسياسات العموميه اللي قام بها المغرب خلال هذه الفتره، وبدينا بجون جاك روسو في التقاط الانوار وقاره الانوار. طبعًا. نعم طبعًا. إذن هذه مساله مهمه، انه بطبيعه الحال يصعب ان نحكم الان على تقييم موضوعي لهذه السياسات بالمنظور الاستراتيجي، ولكن لان السياسات عندها ثلاثه الازمنه، كاين المنظور القريب والمنظور المتوسط والمنظور البعيد. إذن على مستوى المنظور القريب، أكيد بأن مجموعة ديال الإجراءات تم اتخاذها وكانت فعالة. نعطي راه في المستوى الاقتصادي والاجتماعي راه حوالي 200 إجراء اللي قامت بها الحكومة، وكل هذه الإجراءات لها كلفة مالية. بمعنى نخوض غير الإجراء ديال الرميد، ديال الناس اللي عندهم الرميد استفدوا من هذاك التعويض، خذ الناس كثاني اللي ما كانش عندهم الرميد واستفدوا كذلك من هذاك الدعم ديال الدوله حسب الاحصاء الرسمي اللي عطانا السيد رئيس الحكومه. راه غادي لواحد 6 مليون تقريبا اللي استفدوا من دعم الدوله، هادو اللي في الاقتصاد الغير المهيكل. واخا انا هذا الرقم لا اقراه بعين الرضا على مستوى الاقتصادي في واحد المستويات اخرى، لان اي واحد غادي يقول كيفاش نتوما يلاه الناس اللي استفدوا من السينيسيس كاينين مليون، واللي خارج السينيسيس اي الغير المهيكل 6 المليون. هذا رقم اللي هو شي شويه بطبيعه الحال كيجعل ان هذاك الشيء. علاش هضرت على الاقتصاد الغير المهيكل وقلت بان هذه الجائحه ديال الكورونا راه ساعدتنا حتى في التشخيص؟ راه يمكن نقول لك بان كاين بعض الجوانب السلبيه اللي ظهرت. نقدر نقول لك لو كان جبنا مكتب دراسات، ارقام مكتب دراسات في العالم، وطلبنا منه انه يدير لنا دراسه، ما كانش غادي يوصل لنا لهذيك الخلاصات وهذيك الاستنتاجات اللي هي عطتها لنا. والان خصوصا وحنا ديناميكا طرح سياسه العموميه، والان انا كنقول بان خصنا المخرجات ديال هذه ازمه كوفيد خصنا نترجموها على مستوى النموذج التنموي الجديد. ويمكن نكون هذا من حسن حظ المغاربه كاملين، وكذلك حتى اللجنه التي كلفها صاحب الجلاله باعداد هذاك النموذج التنموي الجديد. كنعتقد بان هذه الازمه اعطتها واحد المجموعه ديال المؤشرات الاساسيه والمهمه، لانها غادي تدخل في هذا النموذج التنموي واللي كتعلق باداره الظروف الطائره وتدبير المخاطر. وبالتالي انا كنقول ما نساوش بانه كانت افكار جيده، ولكن بعض الاحيان ربما ظروف وشروط التفعيل او التنزيل ديالها، لان هذاك اللي كيقول الفكره راه ماشي هو اللي كينزلها، وبالتالي هذاك اللي كينزلها حتى هو عنده ظروف، عنده اكراهات. وهذا كنعتقد بانه المؤسسات الدستوريه الى حاولت تحمل المسؤوليه ديالها في هذا الباب، اعتقد بان القادم افضل. وخصوصا ان من كتكون انك كتدبر ازمه لم تكن قط في الحسبان وكتستطع باش انها تخرج منها باقل خسائر. حنا كنقولوا الان خرجوا باقل خسائر، لان كل العالم هو خاسر، وبالتالي اذا ما استطعنا ان نخفض من الكلفه في هذه الظرفيه ونغلب، ما ننساش هنا في هذا الباب نغلب قيم المواطنه. وهنا كنرجع للكلام اللي قلتي،
والمسؤولية الاجتماعية للشركات والمقاولات، خصوصا شركات الاتصالات، لأن اليوم رأى القطاع اللي هو رابح وماشي ربح ضاعف الأرباح ديالو في عز الأزمة، راه هو قطاع الاتصالات، لأنه اللي كان كيشارجي جوج مرات ولا ثلاثة في الشهر راه ولا كيشارجي عشرات المرات، بمعنى أنه الطلب تضاعف بشكل، واللي ما كانوش الناس دايرين لابونمون ولا دايرين بشكل كبير ولا لابونمون في الانترنت ولا لابونمون في التليفون. لذلك فكنعتقد بأنه القرارات أو المبادرات يمكن تكون جيدة، ولكن إلا ما كانش ظروف تنزيل ديالها وما غلبناش القيم ديال المواطنة والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة وللشركة، كنعتقد بأن الكلفة لن نستطيع تخفيضها في هذه الظروف. شكرا الأستاذ محمد الغالي. عندي واحد السؤال، يعني يجب أن ننصف المشاهدين اللي متتبعين معنا الحلقة عبر الفيسبوك واللي طرحوا يعني عدة أسئلة، ولكن أعتذر لأن الأسئلة ما حدها تجي ما حد دوك القدام تيمشيو، ولكن أتذكر سؤال للأستاذ يونس أسميو وهو حول مصير الوظيفة العمومية أو هذا مصير هذا مثلا هذه الوظائف العموميه، نظرا لان انا فقط احاول اتذكر السؤال، لان كان هناك بعض الامتحانات تاع الترقيه التي تلغات، كان مهم هذا هو الاساس، يعني تحرموا من بعض المسائل، يعني تكلمنا على القطاع الغير مهيكل، تكلمنا مثلا على قطاعات اخرين، فالوظيفه العموميه التعليم هو اصلا في الوظيفه العموميه. استاذ ابو زيد اذا سمحتي لي، تفضل استاذ غالي. ويسمح لي الاستاذ جواد، واش الناس مشى ليها الصالير ديالها كلها وواحد تيهضر ليا على الترقيه اللي غتزاد ليه فيها 200 درهم ولا 500 درهم؟ كان طبعا، ولكن كان من الامانه انني نقول السؤال، كان بالامانه لا وغير بلاتي، لان هذه الامور نشتغل عليها سي ابو زيد. انا كنقول لك واش كنشوفوا الاصل ولا الفرع، وراه انا هضرت لك قبيله وقلت لك راه المواطنه تختلف، راه الاساتذه كاين الاستاذ اللي مشى وجلس، وكاين الاستاذ اللي اجتهد وحاول انه باش يطور راسه ويخدم ويجتهد ويتدرب على انه يدير لايف ويتدرب على انه يدير محاضره. انا كنقول لك كاين الاستاذ اللي سجل جوج وثلاثه تسجيلات في الغير المباشر، عاد دار اللايف الرابع. علاش؟ لانه بطبيعه الحال يريد ان يتاقلم ويسير، وماشي غير يتاقلم ويسير، ولكن باش يساهم انه هذاك الطالب خصو يوصل ليه الكورس. وبالتالي اعتقد بان راه الا كنطرحوا مثل هذه الاسئله ديال الان ديال الترقيه وديال، كنعتقد هذا النوع هذا عايش في عالم اخر، راه ما عايش في الاداء. فينا هي قيم المواطنه؟ انا كنعطيك مساله اخرى، بان راه الموظفين راه ساهموا بشكل كبير مع ناس ومع العائلات ديالهم اللي مشاو لهم الاجور ديالهم، راه كاين اللي يلاه وقف الشركه وقع هذا المشكل ومشى ليه كل شيء. وبالتالي كنعتقد بانه ماشي وقته اننا باش نطرحوا بعض ماشي وقته حتى في عام وعامين، انا كنأكد ماشي وقته حتى في عام او عامين، لان راه التداعيات، راه كنقول لك الدوله تفقد هذا الرسمي، هذا هي بالنسبه للرسمي، وما بالنسبه للغير المهيكل اللي تضرر راه يمكن نقول لك واحد المليار درهم اخرى ولا شوف. وبالتالي فكنعتقد ان قيم المواطنة كتجعلنا بأننا نطرحوا الأسئلة الاستراتيجية اللي فيها الأمن القومي للدولة، ماشي فقط أن أسئلة ديال الترقية ديال 200 درهم ولا 500 درهم ولا 1000 درهم. طبعا أعطيت الجواب الشافي، وكان كان يعني من حقك انك نوع من الانتفاضه، لانه فعلا هذا اذا كنت ينم على شيء فهو ينم على حس الوطنيه اللي عندكم الاستاذ الغالي. وقد اجابنا الاستاذ الغالي على 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 هذا السؤال، وانه ليس وقته وماشي حتى وقته دابا وحتى في السنه وفي السنتين، بل يجب على الكل تحمل مسؤوليته والتضحيه، ويعني وهذه هي قيم المواطنه اللي بينوها يعني العديد من المغاربه، ومنهم الموظفين كذلك اللي تحملوا وزر الناس اللي سي ابو زيد. غير نقطه اخرى باش نزيدو ناكدوا، راه القيم ديال المواطنه كتختلف من مواطن لمواطن. انا كنعرف مواطنين ومواطنات كان عندهم الرميد لظروف معينه، ولكن
خرجت لهم التعويضات ديال 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 الدوله ديال الرميد في هذه الازمه وما مشاوش خداوها. علاش؟ لان قال لك ولادنا سيبطوا لنا باش نعيشوا، وقالوا بان هذاك الشيء اللي غتعطينا حنا الدوله كاين اللي محتاج به اكثر منا. العكس سنا سلوكيات اخرى، كاين الناس اللي عندها ارصده 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 بنكيه اللي فيها الملايين ومشات خدات 1000 درهم ديال الرميد. وحكي انا حنا سمعنا كاع بعض الامور اللي هي كتبتها الجرائد، راه كاين اللي مشى شاد النوبه حدا وفكش باش يتخلص هذيك 1000 درهم، وهو هز 10000 درهم وتسرقات منه. وبالتالي كيفاش انت عندك 10000 درهم ولا 15000 درهم وجاي تاخذ 1000 درهم ديال الرميد؟ وبالتالي كنعتقد بان هذه من الامور اللي خصنا نخدموا عليها ونشتغلوا عليها، ان التضامن خصو يكون تضامن عضوي. احنا تكلمنا يعني على العديد من الايجابيات اللي جات في هذا المسائل، وتكلمنا كذلك على العديد من الناس. يا ابو زيد السي جواد بان لي يبتسم، ربما عنده شي حاجه ما يضيف. طبعا انا نعطيه دابا الكلمه، لان بان لي يبتسم ربما عنده شي حاجه ما يضيف لنا. السي جواد هو راه في المنطقه واحد. السي ابو زيد ما تنساش دابا عاود واحد القضيه. انا راه في المنطقه جوج، راه النفسيه ديالي عاود شكل، وهو راه في المنطقه واحد، هو راه في قدير جامعه بن زور، بمعنى راه العامل النفسي عنده هو راه احسن مني انا. طبعا الاستاذ جواد الرباع، تكلمنا على بعض الايجابيات وعلى الناس اللي ما تحملوش مسؤوليتهم. اكيد انت عندك شي حاجه ما تضيف على الكلام اللي قالوا الاستاذ الغالي على قيم المواطنه، على الناس اللي داروا واجبهم والناس اللي تخلفوا ما كانوش في الموعد. تفضل. صحيح، غير واحد المساله اشار لها الاستاذ العزيز السي عبد اللطيف حتيتيش، يعني النقيب المحترم. انا منين شرت المساله ديال الرقمنه، بالعكس احنا اليوم راه كان عندنا لقاء مع الاستاذ الغالي، وربما احنا على الهواء دابا مباشره، نظمنا لقاء باسم فريق السياسات والمعايير في ندوه لطلبه ديال الكليه. هذه الندوه هذه دامت طبعا حوالي ساعتين ونصف، يعني من السادسه مساء نظمها الفريق ديالنا مع رئاسه الشعبه مع حضور العميد، وبعد الانتهاء من هذا اللقاء التحقنا بكم. بمعنى اخر هذا الشيء ما كانش ممكن يكون في الجانب العادي، ما يمكنش لك دير هاد جوج. يعني انت دابا وهذه غير تصحيح الاستاذ الغالي اداريا انا تابع طبعا يعني من الناحيه القانونيه لجامعه. ولكن السي جواد درنا واحد المره انا وياك مشينا لمراكش حضرنا في ندوه في جديده، ومن جديده شدينا انا وياك الطريق حضرنا في ندوه اخرى في بني ملال ورجعنا بنفس الليله لمراكش. عقل كان نوريسك هذيك الساعه كان يعني المخاطر، اما الان فممكن يعني دابا ممكن تشارك في واحد المجموعه، وربما اتفق مع السي توفيق يعني الزميل اشار على انه من قبل فاش كان يتبع يعني ما يقع في المغرب يصعب. اليوم كتسهل عليك العمليه ديال التقنيه انك تتبع عشرات الندوات. طبعا هذه ظاهره صحيه، وانا يعني ماشي كنقول بانه ماشي صحيه، بالعكس فيها صحيه لانها مساهمه في مؤسسه النقاش العمومي. ولكن الذي اشرت اليه هو سؤال التاهيل، بمعنى قلنا كيف ممكن، وهذا ربما يعني فيه نقاش دابا الان ديال الاساتذه ونقاش عمومي، مثلا الان واحد المجموعه ديال الندوات اللي ممكن نديروها عن بعد، اللي كان يعني عندنا فيها مشكل باش دير ندوه دوليه كان خصك واحد المبالغ، يعني اولا لابد تجيب واحد 6 ديال الاساتذه، واحد من تونس واحد من الجزائر واحد من موريتانيا واحد من فرنسا واحد من المانيا، يعني غيحتاج منك واحد المبالغ اللي ماشي سهله. ولكن اليوم يعني هذا الجانب التقني سهل على انه ممكن انه يساهم معك بالافكار ديالو والاطروحات ديالو من خارج المكان اللي انت فيه. اذا فهذه التقنيه لها ايجابيات كثيره طبعا، ما كان لا احد طبعا، ومن يكون ضد هذه الرقمنه يعني سيتجاوزه التاريخ. نكون واضحين، الجامعه والاداره والمؤسسه والاستاذ والتلميذ والطالب خصو يواكب هذه التحول. ولكن السؤال الذي نطرح هو سؤال تاهيل الموارد البشريه التي تقوم بهذه الادوار، تاهيل الاستاذ ليقوم بهذا الدور، تاهيل التلميذ، تاهيل الطالب، تاهيل الموارد البشريه. واعتقد هذا مجهود خاصه طبعا يعني واحد يعني ولذلك راه الاستاذ حتيتيش ليس هناك طبعا اي اختلاف، بالعكس كلنا طبعا مع الرقمنه، ولكن مع يعني سؤال ديال التاهيل.
فيما يخص يعني التعليق ما اشار اليه الاستاذ الغالي، طبعا اتفق معه، يعني كاين بعض القطاعات اللي بينت عدم المواطنه ديالها. هنا اشير الى قطاع كذلك مهم جدا والذي اثير النقاش، هو قطاع يعني الخاص. للاسف الشديد يعني اثناء الازمه لاحظنا هذه المساله، يعني بالنسبه للقطاع الخاص لا في التعليم الخصوصي والذي اثير فيه نقاش كبير جدا ووقفات، وهناك اشخاص رفعوا الحجر وقاموا بمظاهرات من اجل ماذا؟ لان بعض المؤسسات الخصوصيه يعني تم يعني ان صح التعبير منع يعني التلاميذ الذين لم يؤدوا اجور المرتبطه بهذه فتره الحجر اللي هي مارس وابريل ومايو يونيو، فتم منع مجموعه من التلاميذ من متابعه يعني الدروس. كان اعتقد هذا القطاع التعليمي. القطاع الثاني هو المرتبط ب يعني البيان الذي صدر واحد مجموعه من يعني خصوصا يعني الاطباء في القطاع الخاص والذين ربما أثار نقاش واسع جدا. إذن حتى القطاع الخاص ربما هذه لحظة مهمة جدا في إعادة النظر في أدواره داخل المجتمع، كيف يمكن أن يقوم بدور تنموي ودور تضامني ودور مواطن. مسألة يعني بتنشر لها مهمة جدا، وإحنا طبعا يعني نتحدث عن دور الجامعة، أهمية المقاربة العلمية في دراسة يعني الآثار عن هذه الجائحة، وهنا ضروري إشراك حقيقي، إشراك حقيقي للجامعة في الرصد وفي التفسير وفي التشخيص وتقديم الأجوبة الحقيقية، لأنه للأسف تجرى بحوث داخل الجامعة، رسائل الماستر، رسائل الدكتورات، مذكرات الإجازة، ولكن يعني الفضاء يعني إن صح التعبير المجتمعي، الفاعل الترابي، الفاعل المحلي، يعني المؤسسات العمومية، الإدارات العمومية، الجامعة الترابية، هل تستفيد من هذه يعني المقاربات العلمية؟ اليوم الجائحة أثبتت على أنه لا يمكن مواجهة الجائحة كما كنقولوا إلا إن صح التعبير بثنائيتين، ثنائية العلم اللي هي مهمة جدا والمقاربة العلمية، واللي لاحظنا كيف يعني تشعب الأنظار إلى المختبرات العلمية، والدول طبعا هنا إعادة النظر في المسألة التعليمية واعتبارها يعني مسألة استراتيجية في التحول وفي التغير. والمسألة الثانية هو التقنية، ولذلك راه اتفق مع اشار اليه يعني الاستاذ الغالي ولا الاستاذ النقيب احتيتيش، هو مسألة الجانب التقني، كيف نؤهل الإدارة التقنية، كيف نؤهل الجامعة التقنية. ولذلك الان كاين بعض المقترحات، مثلا هنا يعني دائما ارجع الى مسألة الجامعة، بعض المحاضرات ممكن تلقى عن بعد، هنا يستفيد منها ما يمكن نسميه بالعموم الناس، ولذلك يعني إشاعة الثقافة القانونية والثقافة الحقوقية، وهذا يعني المحاضرات طبعا يعني التي نقوم بها للطلبه في المدرج، شحال كيحضر عندنا ديال الطلبه طبعا العدد اللي هو ما يعني ما كيتجاوز واحد يعني 200 300 400 500 600 طالب، ولكن المحاضره اللي كتكون مفتوحه عن بعد يستفيد منها مجموعه من الفئات المجتمعيه. ولذلك يعني كنعتقد يعني تغليب المنظور العلمي في يعني تشخيص يعني هذه يعني الظواهر المتعلقه بالسياسات العموميه. لماذا؟ لأنه أثبتت الجائحة على أنه اليوم لا بد من الرهان على الدولة الاجتماعية والرهان على الاجتماعي والأولوية للقطاعات الاجتماعية. شكرا أستاذ جواد على هذا الشرح يعني الكافي، السؤال اللي اعطينا فيك والرد على 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 جميع من النقاط الاساسيه اللي ما مختلفينش الاستاذ توفيق، هي اللي تناولناها. غير انا عندي واحد 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 الملاحظه، انت ذكرتي واحد القطاعين او هما جميع من القطاعات اللي مثلا ما تحملوش مسؤوليتهم، مثلا ذكرتي قطاع الطب وقطاع التعليم الخصوصي. انا عندي واحد سؤال القطاع الخاص، انا عندي واحد الحاجه اللي هي اكثر، هما عبروا عن يعني جاونا شي بلاغات اللي هي اقل ما يقال عنها انها غريبه جدا، وسيرتو في ديك في الوقت اللي خرجت منها. انا تنسائل على هذه الهيئات، هي خرجت عبر هيئات، هل هذه الهيئات تمثل فعلا هذا القطاع المهني، وكيفيه الولوج الى هذه الهيئات، وهل هي تمثل فعلا، هل بحيث انا لقيت انا شي اطباء اللي تبرؤوا من 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 من, من داك اللي خرجت مع الفيدراليه الاطباء. يعني السؤال هو حول هذه الهيئات، هل لها تمثيليه، والسؤال للسلطات المختصه اللي خصها يعني تفتش وتبحث حول كيفيه الولوج الى هذه الهيئه، هل هي بطريقه ديمقراطيه، لان هناك السؤال يعني يطرح نفسه، لانهم ابانوا فعلا
فعلا عن عدم وطنيتهم، وما تنظنش ان جميع انهم تبتلوا جميع الاطباء او جميع يعني مستمرين في القطاع الخاص، لان كانت هناك مبادرات فرضيه على قلتها من مدارس لقيناهم انهم عفاوا مثلا الاباء والاولياء من 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 بعض السمات او بعض يعني الخلاص الشهري. الاستاذ النقيب مولاي عبد اللطيف حتيتش، مع الأسف يعني الوقت تيداهمنا، والوقت اللي اتخذناه لهذا الندوة يعني قرب أنه ينفد، بغيتك أنك تبتدأ وتعطينا بعجالة الخلاصة وكلمة أخيرة حول هذا الموضوع، ومن الجانب القانوني يعني هذه السياسات العمومية التي اتخذت في المغرب من جانبها القانوني. تفضل أستاذ النقيب. السياسات العمومية هي في الحقيقة كما سبق وأشرت إلى أنها كتستند في الدراسة ديالها على التخصصات الأكاديمية، ولذلك أنا كنطلب من زملاء ديالي لا الأستاذ الغالي ولا الأستاذ جواد يساهموا من خلال هذه الندوات ومن هذه المحاضرات بالمنح واحد نفح جديد المسؤولين على هذه السياسات العمومية، كما أشار إلى ذلك الأستاذ جواد، اللي هما الجماعات الترابية، الدولة، الحكومات، البرلمان إلى آخره. فالسياسات العمومية هي من طبيعة الحال كما نعلم جميعا تتخذ رسميا باسم جهاز الدولة، ولهذا الاعتبار فإنها لهذا الاعتبار فإنها لهذا الاعتبار تبعات مهمة وأساسية، وهذا ما يمنح للسياسات العمومية مميزات خاصة تنفرد بها وتعطيها أهمية بالغة. فالسياسة العمومية تعبر منطقيا وافتراضيا على الأقل عن المصلحة العامة، ثم إنها تصدر في إطار محدد مسبقا من المشروعية، ومن المفترض كذلك أن تعبر السياسة العمومية عن درجة محترمة من الانسجام. وأخيرا فإن ضخامة فعل السياسة العامة وخطورة المصالح التي تمسها تتطلب درجة كبرى من التوقعية لكي لا تؤدي السياسة العامة إلى إطارات آثار عكسية غير مرغوب فيها. في هذا الإطار أنا في حقيقة متفق مع الزميلين العزيزين ومع الأستاذ المحترم الأستاذ جواد، نحن كلنا متفقون على أنه لا مفر من اللجوء والالتجاء إلى الرقمنة، ولكن كما جاء على لسانكم فيجب تأهيل هذا القطاع تاع الرقمنة، وتأهيله يقع على عاتق الدولة. وتعلمون جميعا بأن هناك منظمات ودول مانحة، وبالخصوص لنا في منظومة العدالة هناك منظمات وجهات مانحة تؤدي مبالغ طائلة لكي نترقى في هذا المجال، في مجال الرقمنة. ولذلك فالعبء الأول والأخير يقع على كاهل الدولة التي تتوصل بمبالغ باهظة لكي تطور هذا المجال إلى ما هو أحسن ولكي يكون في صالح الوطن والبلاد. فمن طبيعة الحال كل هذه الأمور هي تنتظرنا جميعا كمواطنين نتحلى بالوطنية وندافع عن مصالح وطننا وبلادنا وأمتنا. شكرا لكم. شكرا أستاذ النقيب على كلمتك هذه الأخيرة. وأستاذ محمد الغالي، نود منك كلمة أخيرة في ختام هذا البث المباشر، هذه الندوة التي كانت تحت ولا زالت تحت عنوان هندسة السياسات العمومية في ظل حالة الطوارئ. تفضل أستاذ. شكرا. أنا غادي نزيد جوج ديال الخصائص بالنسبة للخاصية اللي ضفها الأستاذ النقيب على السياسة العمومية، خاصها تكون توقعية واستشرافية وتقويمية، بمعنى قدرة على التوقع
أي التحكم في المخاطر المستقبلية، الاستشراف بمعنى إعطاء حلول قادرة على الاستدامة وتكون صلبة في الزمان وفي المكان، وكذلك تكون قادة على أنها تدير هذا التقويم لاجيستومون. ثم أنا للأمانة العلمية، أنا نقولها في هذا السياق للأمانة العلمية باش نأكد سي أبو زيد، راه المغرب وهناك نرجع للانطلاقة اللي أعطاها صاحب الجلالة ديال المغرب الرقمي في 2008. المغرب الرقمي شوف معايا في 2008 ونحن اليوم 2020، إذن 13 سنة. ونعطيك أنا لأن ما لله لله وما لقيصر لقيصر في هذه المعادلة، أنا شاهدت بعيني بأن الوزارة التعليم دارت واحد البرنامج اللي من خلاله سلمت الطلبة دي تابليت وبلا كونيكسيون ديال الانترنت بأثمنة رمزية، أقول بأثمنة رمزية، طالب تياخد البيسي من هنا ما كتفوتش 20 ولا 30 متر وكيبيعه، بمعنى هو كيعطي شي 500 درهم ولا 1000 درهم، هذاك الجهاز طيح على الدولة ب 3000 ولا 4000 درهم، اللي أعطاه إلى شراه هو ب 1000 درهم، اللي أعطاه 2000 درهم كيبيعه لي. إذا لاحظ أنت واحد المجهود كبير، وهذه أمور تنقولها وعلى مسؤوليتي الأخلاقية، بمعنى رانا قلت لك واحد الكلمة في البداية، قلت بأن ماشي دائما هذاك المعنى اللي كتعطي انت وهذاك المضمون اللي كتعطي انت للسياسات كفاعل، راه هذاك اللي كيطلق هذاك ديك السياسه او ذاك القرار اللي كيسري عليه راه لا يعطيه نفس المعنى الذي تعطيه انت. اذا انت شنو الهاجس عندك؟ ان الطالب بغيتي تمشي في المغرب الرقمي، بغيتي تمشي في التكنولوجيا الرقميه، فكرتي خاص ما عندوش بيسي، وفرتي ليه البيسي، انا مع باش نكون معك. هادي يقول لك واحد 1000 درهم بزاف عليه، لا سي، خصنا نعرف واحد المساله، راه هذيك العتبه ديال الالتزام، راه شتي تعطي هذاك البيسي فابور ما غاديش يتعامل معاه ماشي بحال عطى غير شي حاجه رمزيه، لان حنا كنعرفوا شوف معايا عالم المعرفه، عالم المعرفه كيصدر منه المركز الكويتي 40000 نسخه في العالم، طبعا دولار واحد، بدولار واحد في جميع العالم تيتباع بدولار واحد، بالله عليك واش هذاك الكتاب تيسوى دولار؟ لا طبعا لا طبعا لا كل، ولكن علاش؟ شنو هو التصريف البيداغوجي للعمليه؟ ان هذاك الدولار تيشكل واحد العتبه التحكم في المنفعه، بمعنى الا هذاك الكتاب تيهمك غاتخا انك تجيب الدولار من جيبك وتخلصو، والا الكتاب ما تيهمكش اش كتقول؟ الدولار خصو يبقى عندي في جيب. اما الا حطينا الكتاب مجانا كل متيقنين غادي ياخذوا اللي باغيه واللي ما باغيش، وغادي تلقاه في اماكن غير لائقه. لذلك انا اؤكد في هذه المساله بانه راه الا ما كانش الانخراط ديال المواطنين والمواطنات والمعنيين بالقرارات، كل متيقن بان ولو تكون السياسه مزيانه راه ما غاديش نوصلوا للنتائج اللي بغينا. لذلك كيف ما تيقول المثل الفرنسي، ميو غوفيرني سي ميو امبليكي، ميو غوفيرني سي ميو امبليكي، راه الا بغيتي تكون مدبر جيد راه يجب ان تكون عندك القدره على جعل الحاجه جزءا من الناس الى حسوا بها. راه لاحظنا حتى في بعض المشاريع ان البلديه كتلقى واحد الساحه خاويه وكتجي كدير فيها جرده، ولكن في نهايه المطاف تيجي المواطن تيقول لا احنا ما بغيناش الجرده، علاش؟ لا بغينا احنا غير خاويه، لان فاش درنا فيها جرده جاو شي ناس اللي هما حنا ما بغيناهمش يجلسوا تما، وبالتالي كتدخل شي امور اللي كتتعلق بالاداب العامه والاخلاق العامه ديال ديك المجموعه السكنيه اللي عندها هذيك الجرده في وسط هذاك الدرب. وبالتالي ماشي دائما انت قلتي بالنسبه للسكينه مزيان فضاء اخضر، ولكن هما هذيك الساحه باش كانت خاويه كانوا مهنيين مشي بعض الممارسات، ولكن ملي درتي لهم الجرده ما خديتيش بعين الاعتبار واحد الامور اخرى. وبالتالي قبل ما ندير الجرده كان عليا انني ناخذ بالراي ديال هذوك الناس وندبر معاهم الفرص وندبر معاهم حتى المخاطر، لان انت بالنسبه لك تيتبان لك بان مشروع فيه امور ايجابيه ولكن راه فيه امور سلبيه كذلك. على اي، هذا نقاش ممكن
سي ابو زيد تكون فرص اخرى ونعمقوا ان شاء الله. هذا شرف لنا. شكرا لك الاستاذ محمد الغالي على هذه الكلمه الاخيره والتي كانت خلاصتها كما خلاصت مداخلتك كاملها، ان يجب ان يكون اتحاد جميع الشركاء، ماشي فقط الدوله اللي خاصها تاخذ مسؤوليتها او قطاع معين او حتى وزير اللي ياخذ مسؤوليته او جامعه محليه اللي تاخذ مسؤوليتها، بل اشراك المواطن سواء كان جمعية سواء كان الفرد، أي واحد يتحلى بمواطنة بمفهومها الكبير والشامل ديال المواطنة اللي هو حقوق وواجبات بطبيعة الحال. الأستاذ جواد الرباع، نتمنى منك كلمة أخيرة نختم بها هذا اللقاء في هذه الأمسية الجميلة. شكرا أستاذ جواد. شكرا الصديق العزيز توفيق وزيد على إدارة طبعا هذا النقاش الغني، وكان لي فرصة التواجد مع السيد النقيب عبد اللطيف هتيتيش والصديق العزيز طبعا والزميل الأستاذ محمد الغالي في مساهمة في موضوع يعني أعتقد من المواضيع المهمة. وهنا يعني أتفق ما أشار له الأستاذ الغالي في الفكرة الأولى، وهي مسألة كيف يمكن للجماعات ويمكن للدولة ويمكن للفاعلين هو ترسيخ ثقافة إدارة الأزمات. أعتقد لحظة الأزمة هي تحمل في طياتها أزمة، ولكن هي فرصة أو فرص حقيقية. أولا في الرهان على يعني طبعا الغد والرهان على الاجتماعي، لا بد من الرهان على الدولة الاجتماعية التي تستحضر طبعا القطاعات الاجتماعية، وقطاعين الذين يواجهون اليوم الجائحة وقطاع الصحة وقطاع التعليم. إذن إعطائهم الأولوية، وبالتالي اليوم الأولوية على القطاعات الاجتماعية. النقطة الثانية مرتبطة بإعطاء الأهمية لوسيلتين. وسيلة الأولى التي لم نختلف فيها جميعا هي وسيلة يعني ما يمكن نسميه بالتقنية أو الرقمنة أو تملك المعلومة. فالدول التي تتملك معلومة هي التي يمكن طبعا أن تطبق استراتيجياتها وتطبق طبعا آلياتها. المدخل يعني الثالث وهو المرتبط بالاستثمار في البحث العلمي. اليوم ما نواجهه يعني نواجهه بكورونا وهو مسألة العلم والاستثمار في البحث العلمي. وأعتقد اللحظة التي فيها اليوم كيف نستثمر في المسألة الاجتماعية، وكيف نستثمر خصوصا في المسألة التعليمية، كيف نعتبر التعليم قطاع استراتيجي وقطاع حيوي ينتج الكوادر وينتج الأطر البشرية، وعلى أن التعليم لا يحدث ثقبا في الميزانية، بالعكس بأنه قطاع مهم جدا يمكن أن يخرج الأطر. ونحن الآن يعني ما نتحدث عنكم، إحنا خريجي المدرسة العمومية وخريجي الجامعة يعني العمومية، وبالتالي لابد من الاستثمار في المسألة التعليمية كقطاع استراتيجي ومهم. آخر نقطة وما قبل الأخير هو مسألة إعادة الثقة في المجال السياسي. اليوم كورونا وهذه الجائحة اللي هي كوفيد-19 أعطت مؤشر أساسي وجوهري على تأهيل المشهد السياسي، وخصوصا هنا النخب المحلية والفاعل الحزبي، لأنه الجائحة وقبل الجائحة أثبتت على ما يمكن نسميه بأزمة الوسائط التقليدية. الوسائط التقليدية لم يعني تكون في كما كنقولوا في أدوار ديالها الحقيقية والجوهرية، ونتحدث عن الفاعل النقابي عن الفاعل الحزبي، ولذلك هو مدخل تأهيل يعني المشهد السياسي من خلال الفاعل الحزبي. آخر نقطة وهي مرتبطة بالفاعل المحلي، وهو سؤال الذي أشرنا إليه، وسؤال العدالة المجالية. فبالتالي الجماعات الترابية الفاعل المدني يعني ستقوم بأدوار مع الدولة في طبعا في الأدوار الاجتماعية وفي الأدوار التنموية، وطبعا هذه الأدوار لا يمكن أن تكون إلا من خلال ثلاثة مسارات أساسية: المسار الديمقراطي اللي هو المسار السياسي، وهو إنتاج نخب محلية قادر على الجواب عن الإشكالات المحلية، الاستثمار في المسألة التنمية ولأن عندها علاقة بمسألة يعني الديمقراطية، والاستثمار في الجانب التعليمي. شكرا جزيلا على طبعا إتاحة هذه الفرصة، ونتمنى طبعا أن نلتقي في مناسبة وفي لقاء علمي آخر إن شاء الله. والله الحديث معكم يعني شيق، وكلكم قامات يعني كبيرة وكلها الله يعلم، يعني لنا الشرف أننا استضفناكم في هذه الأمسية التي وصلنا إلى نهايتها. طبعا كما أشرتم الأستاذ جواد، أننا لازم أن نحصل أو نستقي الدروس من هذه الأزمة، وكما يقول العرب رب ضرة نافعة
نحيي يعني مجهودات تاع ديال الدوله اللي قامت بها وديال الاطر الطبيه وديال الجميع اللي كان وديال السلطه ديال الناس اللي كانوا يعني مباشره في 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 يعني مع الفيروس. ونتاسف ونعزي يعني ضحايا هذه الكارثه ليس فقط في المغرب بل في العالم ككل. وكما قال الأستاذ الغالي في أول ما بدر منه في أول مداخلته أن المغرب يعني تجنب ضحايا كثر فقط في بريطانيا يعني أكثر من 43,000 يعني تخيلوا حجم الكارثة. وأنا شخصيا أعرف يعني العديد ممن فقدوا يعني ذويهم وفقدوا أحباءهم يعني هذه هناك ايضا ناس اللي تعانيوا مشاكل نفسيه عديده من جراء هذا الحجر الصحي ومن جراء الخوف من جراء الهلع من جراء الفزع وكل هذه الاثار النفسيه الجانبيه اللي حدثت من بعد هذه الازمه. يعني وقانا الله ووقاكم من كل شر. وصلنا الى ختام هذه الأمسية هذا البث المباشر الذي كان تحت عنوان هندسه السياسات العموميه في ظل حاله الطوارئ. كان معي الأستاذ النقيب مولاي عبد اللطيف حتيتش من مراكش وهو عضو هيئة المحامين بالمغرب. شكرا لكم على 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 استضافة وقبول الدعوة. كان معي الأستاذ محمد الغالي من مراكش أيضا وهو أستاذ السياسة والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض. ومن أكادير كان معي الأستاذ جواد الرباع وهو أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة بن زهر بأكادير. شكرا لكم متتبعين الكرام ونعتذر لأننا لم نجب على أو لم يسعفنا الوقت على الإجابة على جميع التساؤلات وجميع أسئلتكم. كان معكم توفيق أبو زيد من لندن المملكة المتحدة. شكرا جزيلا والسلام عليكم. شكرا. غادي نقطعوه التقني. فممكن انكم تخرجوا من البث.